جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير على كل عشاء الكيان الكبير. أهلا بيكم، حلقة جديدة في يوم جديد من أيام البيت الكبير، بيت كل الأهلوية. النهاردة معنا فقرات متنوعة ومختلفة زي ما حضراتكم يمكن عارفين. هنتكلم أو هنمر على كل حاجة مستنيين تعرفوها عن نادينا الكبير النادي الأهلي، آخر الاستعدادات لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأخبار منتخبنا اللي بيستعد لمباراة مهمة جدا بكرة مع توجو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. هنكمل الكلام بتاع امبارح ده، ولكن بعد شوية انتظروا مننا مفاجأة حلوة جدا هتسعد الأهلوية بس. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير عليك يا سهام، برحب بيكي طبعا، برحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا يوم جديد من أيام البيت الكبير، طبعا احنا بنحاول أو بقدر الإمكان بنرصد كل حاجة عن نادينا النادي الأهلي طبعا في استعداداته للمباراة النهائية، كمان بنتابع منتخبنا القومي اللي هيلعب إن شاء الله بكرة مباراة إن شاء الله يتوج فيها بالفوز. بس قبل ما نتكلم في كل تفاصيلنا وكل ملفاتنا، خلينا بس أعرف حضراتكم النهاردة مين هيكون معنا. النهاردة إن شاء الله في البيت الكبير الفقرة الحوارية الأولى هيكون معنا الأستاذ جمال الزهيري، طبعا الناقد الرياضي الكبير، و في الفقرة الثانية هيكون معانا عائلة أهلوية، هيكون منورنا إن شاء الله عمرو ممدوح علي، ده المدير الإداري لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي، وطبعا وحارس كرة الماء السابق بالنادي الأهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. هيكون كمان معاه حرمه لاعبة النادي الأهلي نصه الحلو اللي دايما يعني احنا بنستضيف هنا في البيت الكبير كل العيلة الأهلوية يعني، وبيصادف دايما بيكون العيلة الأب والأم والأخت والزوجة بيكون كله على مستوى الحب الكيان النادي الأهلي. النهاردة معانا زي ما قالت سهام نصه الحلو سارة حسام، دي لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، هنتكلم معهم في حوار رياضي أسري اجتماعي إن شاء الله ينول إعجاب حضراتكم. والفقرة الثالثة والأخيرة معنا اثنين من النجوم الكبار جدا، نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أسامة عرابي. أكيد هنتكلم على ملف النادي الأهلي، استعداداته إن شاء الله لمباراة نادي الزمالك، وكمان هنتكلم بشكل مفصل شوية عن منتخبنا القومي، مباراة توجو اللي في القاهرة، وكمان الرؤية الفنية لمباراتنا أو مباراة منتخب مصر إن شاء الله بكرة في يعني التصفيات المؤهلة إن شاء الله للكاميرون 22. دايما خلاص اتعودنا، بقينا بنقول كده دايما تقريبا يوميا انه قبل اي مباراه مهمه او حدث مهم يخص النادي الاهلي دايما بتحصرك الاشاعات. والنهارده الحقيقه يمكن لفت نظري اخبار كتيره جدا عن لاعبي النادي الاهلي، فلان ماشي فلان جاي، ده رايح مش عارف فين، ده اتفق مع نادي سين، وده مقابل ان لاعب الاهلي ده هيروح نادي صاد. كلام الحقيقه كتير جدا، وكلام كله صدقوني ملوش أي أساس من الصحة، ومش عارفة الهدف منه إيه وإيه الغرض منه في التوقيت ده. أكيد الغرض منه معروف طبعا، معروف جدا، اللي بينتظر الفريق أكيد مباراة مهمة جدا مع الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا، وطبعا الموسم اللي انتهى وهيبقى فيه كلام كتير زي ما احنا تعودنا عن تدعيمات الموسم الجديد طبعا وفقا لرؤية المدير الفني موسيماني، لكن مش في الوقت ده، لأنه دلوقتي لا صوت يعلو حاليا في الأهلي على صوت مباراة الزمالك من أجل طبعا تحقيق حلمنا كلنا، حلم جماهير النادي بالفوز باللقب ده الغالي اللي جماهيرنا يمكن كلها منتظرة ونفسها يعني متشوقة ليه بقالنا 7 سنين النهاردة. والحقيقة ما تعودتش أبدا يعني، هو الجمهور ده ما تعودش إن هي إنه يبعد عن اللقب القاري ده كل الوقت ده، فدي برضو يعني حاجه كده حبينا ننوه عليها، لان عندك حق طبعا، قريناها اليومين اللي فاتوا كتير جدا. خليني برضو خلينا نتكلم بكل امانه، يعني النادي الاهلي يمكن في الاخبار اللي يعني على السوشيال ميديا تعاقد النادي الاهلي مع سين، او اعاره اللاعب فلاني، او اللاعب الفلاني صفقه تبادليه ما بين ناديين بعينهم، لكن خلينا نتكلم بكل امانه، ملف الصفقات لا يدار بهذا الشكل في النادي الاهلي. متعودين النادي الأهلي دايما بيدير الصفقات بشكل أكثر من احترافي، ودايما بنقول إن
مفيش صفقة بتعلن، حتى صفقة بدري بنون لما انتهت خالص أعلن النادي الأهلي رسميا، وبالتالي إحنا كمان أعلننا. أكيد في كواليس، أكيد في علاقة مباشرة جدا ما بين الموسيماني والجهاز الإداري بقيادة الكابتن سعد عبد الحفيظ، وفي لجنة، في لجنة مسؤولة عن التعاقدات. هذه اللجنة بتتواصل بشكل مستمر مع موسيماني، احتياجاته إيه الفترة اللي جاية، بتقدم له بعض اللاعبين، هو بيقدم بعض اللاعبين، كل ده بيتم في سرية تامة بغض النظر عن أسماء الموجودة، وبيتم التناقش فيها بشكل إيجابي، التناقش فيها من خلال، خلينا نتكلم، الرؤية الفنية دايما لموسيماني. موسيماني هو الوحيد القادر على يعني صنع قرار انتقال لاعب من النادي الأهلي أو استخدام لاعب من النادي الأهلي. ده بيمر ازاي وبيتعامل ازاي؟ في لجنة فنية، في الكابتن الخطيب موجود فيها، في سيد عبد الحفيظ كإداري، في موسيماني، هم دول الثلاث أطراف اللي بيديروا عملية الصفقات. صفقات النادي الأهلي إن شاء الله تكون صفقات قوية جدا، أنا على علم بهذا، إن شاء الله هيكون في صفقات على مستوى عالي جدا. لكن خلينا نتكلم دلوقتي، ودايما النادي الأهلي بيفصل اللعيبة دايما لو في أي حاجة، اللعيبة نفسها منفصلة تماما عن الجزئية دي، بتفكر في مباراة إن شاء الله، مباراة نادي الزمالك. الإدارة ماشية في طريقها، طريق الصفقات، طريق الموسيماني، الجزء الفني هو المسؤول عنه بشكل كبير. فخلينا نتكلم يا سهام إن كل دوت ما بيوصلش للعيبة النادي الأهلي، فلان مشي، ده أنت هتقعد، لا أنت هتمشي، كل دوت أعتقد ما بيأثرش بشكل مباشر، لكن من واجبنا إن احنا ننوه على الكلام دوت. في السوشيال ميديا بس. بالظبط. وخليني أقول لك إن فعلا يعني صفقات النادي الأهلي دايما الصفقات بتمر بمراحل معينة، احتياجات مدير فني، احتياجات الفريق، قدرة النادي الأهلي على استخدام لعيب عنده شخصية النادي الأهلي وتلائم مع شخصية النادي الأهلي ومع فنيات اللي بيطلبها موسيماني، كل ده بيتحط تحت محور واحد، إن في صفقة إن شاء الله النادي الأهلي هيجيبها، يبقى بنستنى بنتكلم عليها بعد النادي الأهلي ما يعلن هذه الصفقة. ما يعلن عنها، كلام مظبوط جدا. ويمكن حضراتكم دلوقتي عارفين إنه أهم حاجة في النادي الأهلي النهاردة بالنسبة للاعبتنا إنهم مركزين في شغلهم اللي جاي، والنادي الأهلي بصفة عامة مركز في شغله بس، وفي المباريات المهمة اللي يمكن يعني باستثناء يمكن الفترة اللي جاية. الحقيقة إنه الأهلي قبل مباراة الزمالك هيكون عنده مباراة مهمة جدا كمان يوم السبت قدام أبو قير، هتكون في دور الثمانية لبطولة كاس مصر. النهاردة اتحاد الكورة بيعلن رسميا إن المباراة ديت هتكون يوم السبت على ملعب برج العرب الساعة 5، وفي نفس الوقت ده أو في نفس اليوم هيلعب الزمالك قدام نادي مصر على استاد السويس الجديد الساعة 8. وبكده اتحاد الكورة زي ما قلنا من كام يوم بيحسم يعني القيل والقال في الموضوع ده، وكلمة اشمعنى اللي كانت ممكن تظهر، عشان ما حدش يقول ده الفريق ده لعب قبلي، لا 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 ده الفريق ده جه بعدي، مفيش الكلام ده. النهاردة قفلنا على النغمة دي قفلها أو حسمها النهاردة اتحاد الكورة رسميا. كمان النهاردة الاتحاد حدد مواعيد دور الأربعة للمسابقة، وقال إنه الفائز إن شاء الله من مباراة الزمالك مع نادي مصر هيلاعب طلائع الجيش في نص النهائي على استاد برج العرب، ده يوم 1 ديسمبر الشهر الجاي إن شاء الله، برضه هيكون موعدها الساعة 5. والفائز من الأهلي وأبو قير هيلاعب الاتحاد السكندري، هيكون ده إن شاء الله في استاد السويس في نفس اليوم، برضه توقيتها تقريبا الساعة 8 مساء. وحدد يوم 5 الشهر الجاي موعدا للمباراة النهائية في استاد القاهرة، وهذه هتكون برضو الساعة 5 مساء. ده كان مهم جدا ان الجدول ينزل بشكل مباشر وشكل رسمي وبدري شوية، وبدري عشان كمان على مستوى الأجهزة الفنية بتجهز للمباراة اللي احنا عارفين مباراة الكاس مباراة مهمة طبعا. دي بطولة كبيرة، والنادي الأهلي ان شاء الله يعني مصمم على الثلاثية، خدنا الدوري وان شاء الله الكاس يعني يحسم بشكل كبير، والبطولة الأفريقية ان شاء الله. نروح لأخبارنا ونبدأ من منتخب مصر. يعني خلينا نتكلم، كان في مسحة النهاردة لكل لعيبة منتخب مصر، للأسف محمد النني ظهرت عليه أو ظهرت الكشف الطبي على النني بظهور عينة إيجابية للنني، ده ظهر النهاردة من خلال ساعات بس بيعلن
يعني إصابة النني بفيروس كورونا، وبالتالي طبعا هيستبعد النني في المباراة التي تقام بكرة إن شاء الله ما بين مصر وتوجو. كل طبعا تمنياتنا، يمكن كان صلاح غاب عن المباراة الأولى طبعا بسبب إصابة كورونا، النهاردة للأسف محمد النني بالكشف ومسحة إيجابية لفيروس كورونا. نتمنى طبعا الشفاء لكل لاعبتنا وسلامة كل اللاعبين، وإنني مش هيشارك بكرة في لقاء مصر وتوجو. طبعا احنا عارفين ان النهاردة الساعة 6 كان بتوقيت القاهرة ان الفريق بدأ يتمرن على الملعب الرئيسي، الملعب الوطني في لومي، اللي ان شاء الله هيستضيف المباراة بكرة ان شاء الله مع توجو. ده ضمن طبعا الجولة الرابعة من منافساتنا في المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. المنتخب الوطني طبعا زي ما احنا عارفين المباراة الأولى كان فاز فيها طبعا 1-0 بهدف طبعا محمود الونش، ورفع رصيد منتخب مصر الى 5 نقاط. وزي ما احنا عارفين دلوقتي ترتيب المجموعه بشكل كبير جدا، جزر القمر طبعا فاز على كينيا امبارح، وبالتالي تصدر المجموعه بفارق 3 نقاط، ويعني جزر القمر مصر 5 نقاط، جزر القمر 8 نقاط، مصر 5 نقاط، يليها كينيا نقطتين وتوجو نقطه واحده. و أعتقد إن شاء الله بكرة مباراة كبيرة جدا إن شاء الله ياخدها منتخبنا القومي ويفوز بيها، ويكون قطع شوط طويل جدا أو شوط كبير إن شاء الله في الوصول لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون إن شاء الله السنة الجاية. يا رب يا رب. الصور اللي حضراتكم شايفينها دي من الملعب اللي إن شاء الله منتخبنا هيواجه فيها توجو، والنهاردة كمان يمكن حضر السفير المصري في توجو حسام حسين كان معانا على التليفون امبارح وطمنا على البعثة، طمنا على أحوال المناخ برضو إلى حد ما لحد دلوقتي ما فيش مطر، ممكن ينزل فجأة بطريقة يعني شوية وبعدين يختفي شوية، يعني الجو استوائي هناك. طبعا المنتخب بيطمح أكيد للفوز، وعايز أقول لحضراتكم أنه كابتن حتى حسام البدري النهاردة بيجري زي خلينا نقول تغييرات طفيفة، يعني تغييرات طفيفة في التشكيل بعد ما غابوا نجومنا الاثنين النهاردة، عمرو السولية بيغيب، محمد هاني عارفين السولية موقوف بسبب انذارين، هاني اتكلمنا يمكن عنه امبارح واول امبارح انه تعرض لاصابه، وهي ديت اللي هتبعده عن مباراه الاهلي وتوجو. وفي النني دلوقتي ربنا يا رب يقومه بالسلامه، المسحه الايجابيه اللي ظهرت واصابته بكورونا فيروس، ف ربنا يشفيه ويكمل شفاه على خير. اللي عرفناه من مصادرنا مع المنتخب انه من المنتظر انه احمد توفيق يكون مكان محمد هاني المصاب، وطارق حامد هيشارك مع في وسط الملعب، يعني تقريبا هيكون مع حمدي فتحي بدل النني دلوقتي. يعني خلاص اتبدل الموضوع بقى مع حمدي بدل النني، خلاص النني بقى مستبعد بشكل نهائي. النهارده كمان تريزيجيه خبر مهم جدا كمان بقى بمناسبه استون فيلا، والنهارده يمكن في طياره خصصت طياره خاصه لنجمنا الكبير محمود حسن تريزيجيه علشان تنقله من لومي بعد الماتش باذن الله بكره، علشان يلحق بفريقه في الدوري الانجليزي، وبعد طبعا ما يشارك بكره ان شاء الله في المباراه اللي احنا يعني متوقعين فيها باذن الله فوز منتخبنا في الجوله الرابعه للتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2022 اللي هتكون في الكاميرون. يمكن تريزيجيه في مباراه منتخب مصر شارك أمام توجو، ودي زي ما قلنا يوم السبت اللي فات، وعنده مباراة مهمة جدا يمكن برضو يوم السبت على ملعبه في البريمير ليج. طبعا يعني احنا بنتكلم على قيمة كبيرة جدا تريزيجيه، يعني تريزيجيه طبعا نجم كبير جدا، وإرسال طيارة خاصة ليه علشان تاخده من توجو سريعا لإنجلترا، ده بيدور على شيء انه لاعب مهم بالنسبة للفريق، لاعب مهم جدا. تريزيجيه بيقدم من السنة اللي فاتت بيقدم موسم اكتر من رائع، النهارده ان شاء الله هو كل تركيزه اكيد مع منتخب مصر، لكن نوع من انواع الاحترافيه، ودايما بنبص للحاجات الايجابيه ونفسنا نوصل لهذه الدرجه من الاحترافيه، ان لعيب مهم بقدر تريزيجيه، ان ناديه في فرق امكانيات طبعا ماليه، لكن حتى اللعيب بيحس بقيمته ويحس بانتمائه للنادي، وقد ايه النادي يعني بيقف جنبه في مواقف كتيره جدا. فطبعا لإراحته وسلامته بشكل كبير جدا تريزيجيه هيستقل طياره خاصه ان شاء الله بعد ما يلعب المباراه بكره عشان يلحق بفرقته في البريمير ليج. وزي ما بقول
يعني هو ده الاحتراف بشكل اساسي، انك تدي اللاعب قيمته، ان اللاعب يحس بقيمه النادي اللي بيلعب ليه، وان التعامل التقدير. باحترافيه التقدير. بشكل كبير جدا والتقدير زي ما انت بتقولي. وتريزيجيه زي ما بقول لك، كلنا بنحب صلاح، وصلاح عمل انجازات كبيره جدا، لكن ما فيش شك ان كمان تريزيجيه ماشي على الطريق الصحيح وبيأدي بشكل اكتر من رائع، سواء مع أستون فيلا ولا حتى كمان مع المنتخب حاليا. صحيح، عارفين كلنا أنه أزمة فيروس كورونا لسه مسيطرة على الأجواء، لسه ما خلصتش، ومسيطرة على كل المجالات وفي كرة القدم الأوروبية، وده طبعا بعد ما تعذر سفر منتخب النرويج لمواجهة النمسا في دوري الأمم الأوروبية. اللي حصل بقى حاجة غريبة جدا، أن الاتحاد النرويجي قرر أن هو يوجد الحل وبسرعة. وعمل ايه بقى الاتحاد النرويجي ده؟ ارسل او عمل كده فريق بديل علشان يواجه النمسا. التفاصيل هتشوفوها في التقرير ده بشكل مفصل، اتفضل. ما زال فيروس كورونا يطل على كرة القدم الأوروبية بوجهه القبيح بعدما تعذر سفر منتخب النرويج الأول لمواجهة النمسا في دور الأمم الأوروبية. وبعد أزمات متعددة جاء الحل الذي أقره الاتحاد النرويجي بإرسال فريق بديل لمواجهة النمسا في فيينا بدور الأمم الأوروبية بسبب الحجر الصحي الذي فرضته السلطات على المنتخب الوطني عقب رصد حالة إيجابية بين صفوفه، وذلك حسبما أعلن الاثنين الاتحاد النرويجي لكرة القدم. وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا الأحد بتأجيل مواجهة رومانيا والنرويج بدور الأمم بعدما منعت الحكومة النرويجية المنتخب الوطني وجهازه الفني من السفر والخضوع لحجر صحي بعد ثبوت إصابة اللاعب عمر العبدلاوي بالفيروس يوم الجمعة الماضي. وأوضح الاتحاد النرويجي أن الفريق البديل سيكون مكونا من لاعبين يلعبون لصفوف فرق أجنبية باستثناء لاعب وحيد اجتاز اختبار الكشف عن الوباء، وسيقود الفريق لايف جونار ساميرود مدرب المنتخب الوطني النرويجي تحت 21 عاما. واقعة النرويج تؤكد بما لا يدع مجالا للشك انتصار كرة القدم على الوباء اللعين واستمرار الحياة في ظل إجراءات احترازية أو حتى منتخبات بديلة. المنتخب الأسباني وصل لإشبيلية الجنوبية بيستعد لمباراة ضد ألمانيا في دور الأمم الأوروبية بكرة. بيتقال طبعا أنه الماتش ده مسميينه هناك يمكن يعني نهائي مبكر، ألمانيا وأسبانيا ما فيش حاجة أكبر من كده. النهاردة منتخب أسبانيا بيحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقط، وبيواجه متصدر المجموعة اللي طبعا يعني بيتفوق عليه بنقطة واحدة فقط في آخر مباراة في مرحلة التأهل بعد يومين إن شاء الله. وأسبانيا يمكن يوم السبت تعادلت مع سويسرا 1-1 في بازل، مباراة قوية جدا. ألمانيا أعتقد بشكل كبير جدا حسمت التأهل النهائي، أسبانيا في المركز الثاني، وكمان بلجيكا وصلت خلاص، فرنسا وصلت خلاص، لكن أمم أوروبا التنافسات على أعلى مستوى، وبكرة مباراة مهمة جدا طبعا. جدا على المستوى الفني وعلى مستوى القيمة، ألمانيا وأسبانيا من أفضل فرقتين على مستوى العالم. لسه مع أخبارنا العالمية، طبعا أعلن الأرجنتيني خافير ماسكيرانو، ده طبعا النجم الأرجنتيني الكبير، خلاص تعليق الحذاء والاعتزال النهائي لكرة القدم بعد خسارة فريقه لابلاتا 1-0 على يد طبعا جونيورز في الدور الثالث بكاس رابطة المحترفين الأرجنتينية. احنا عارفين طبعا ماسكيرانو لعيب كبير جدا جدا، قال في مؤتمر صحفي ان هو اريد اعلان اعتزال كرة القدم، اريد ان اشكر هذا النادي اللي منحني الفرصة في انهاء مسيرتي في الارجنتين. طبعا احنا عارفين ماسكيرانو من اللعيبة المميزة جدا جدا على مستوى الاندية، كان ابرزها طبعا برشلونة الاسباني، ليفربول الانجليزي، كان محقق 21 بطولة منها 19 مع برشلونة، يعني قعد فترات طويلة جدا وحقق نتائج أكتر من رائعة مع برشلونة. حصل طبعا على كمان ذهبيتين في دورة الألعاب الأولمبية أتينا 2004 وبكين 2008 مع منتخب الأرجنتين. فعايز أقول أن ماسكيرانو طبعا قيمة كبيرة جدا جدا على مستوى المنتخب الأرجنتيني، على مستوى لاعب محترف قضى سنين طويلة في الكرة الأوروبية، أحرز نتائج
عظيمة وبطولات كبيرة جدا جدا، بيعلن اعتزاله النهاردة، وهنشوف اتجاهاته هل يكون في مولد كمان مدرب أرجنتيني على مستوى عالي زي ما كان على مستوى اللاعب، ده اللي هنشوفه يمكن في الأيام اللي جاية. صحيح إن شاء الله. صحيح، أحد أساطير طبعا الكرة الأرجنتينية، ويمكن اللاعب الوحيد اللي تأهل 4 مرات لكأس العالم يعني. صحيح. فحتى النهاردة في الصفحات اللي بتودعه كانت كلها يعني بعتت له رسائل مؤثرة، كان منهم سواريز برضو وميسي. النهاردة شينزو أبي، شينزو أبي ده رئيس وزراء اليابان الأسبق، النهاردة بيحصل على وسام الأولمبياد من توماس باخ. توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في اليابان في طوكيو، ووسام الأولمبياد ده بيعتبر أعلى جايزة هي اللي بتكرم أو بتقدم التكريم ده للي ساهموا في الأولمبياد. يعني شينزو أبي ده عمل في فترة توليه رئاسته رئاسة الوزراء قدم خدمات جليلة جدا للحركة الأولمبية. حتى توماس باخ النهاردة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قبل ما يمنح الوسام الذهبي ده الأولمبي قال كده: أنا متأكد من أنك هتقبل هذا التكريم الأعلى للجنة الأولمبية الدولية، ليس فقط يعني اعترافا بدعمك وكعربون امتنان، ولكن أيضا لتشجيع المستقبل. هو عمل خدمات أو قدم خدمات جليلة جدا للأولمبياد اللي طبعا اتأجلت بسبب فيروس كورونا، وإن شاء الله يعني بنأمل كلنا إن هي تكون يعني نشادة كلنا ودورة مهمة جدا طبعا زي كأس العالم كده. يعني أعتقد في رياضيين بالنسبة لهم الأولمبياد أكتر من كأس العالم كفاليو. الأولمبياد ديت حاجة كبيرة جدا جدا، واللاعب الأولمبي بيكون لاعب مميز على المستوى العالمي. يعني حتى صحيح. كأس العالم أفضل حاجة في كرة القدم، ولكن الألعاب الأولمبية أعتقد على مستوى الرياضة الرياضات كلها دي أعلى مستوى ممكن صحيح. يوصل لها أي لاعب. إن شاء الله ما تتأجلش تاني. بس لا إن شاء الله بإذن الله، ونتمنى طبعا منتخبنا الأولمبي إن شاء الله يعمل حاجة كويسة إن شاء الله بإذن الله يلحق. نروح لخبر تاني، النجم الجابوني طبعا أوباما يانج طبعا لاعب الأرسنال، و كان بيشتكي وقال انتقادات لازعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم طبعا كاف بعد الوقائع المؤسفة اللي تعرض لها بعثة المنتخب الجابوني في مطار بانجول الدولي. طبعا بعثة المنتخب الجابوني تعرضت لموقف محرج جدا، استمر 6 ساعات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم اللي هو يوم المباراة، حيث طبعا منعتهم السلطات الجنبية من التوجه إلى فندق الإقامة، وتم احتجازهم في المطار لأكثر من 5 ساعات طبعا بسبب اختبارات فيروس كورونا، وناموا تقريبا، وكان في صور كتيرة جدا على السوشيال ميديا، نجوم كبار جدا أوباما يانج اللعيبة نايمة على الأرض 5 ساعات في مطار حتى ما فيهوش أي نوع من أنواع الراحة. أوباما يانج طبعا كان غضبان جدا جدا وعبر عن غضبه ده في حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال يعني الحاجات دي بتهمد عزيمتنا، وان احنا يعني الكاف بحاجه كبيره جدا جدا ان يعرفوا عليهم ان هم عندهم مسؤوليه كبيره جدا، واللي بيحصل دوت هي مسؤوليه الكاف. كمان أوباما يانج طبعا احنا عارفين ده مهاجم الأرسنال في عام السنة اللي فاتت، ده طبعا هداف الدوري الإنجليزي، كان بيقول: نريد أن تنمو أفريقيا وهذه ليست الطريقة التي سنصل بها. طبعا نجم كبير احترف في أكبر الأندية، بيشوف طريقة كمان الاحترافية بالنسبة مش الأندية بس، على مستوى المنتخبات، أن الكاف إلى حد كبير جدا برضو أهمل في هذه الواقعة، وأوباما يانج طبعا غضبان جدا جدا من هذه الواقعة، وبيقول: نفسنا نشوف أفريقيا كمان على مستوى احترافي أفضل من كده. يعني ليه لا طبعا حاجات دي ما بتحصلش غير في افريقيا. يعني احنا ياما يعني حتى على ايامنا كنا بنسافر وبنشوف صعوبات كبيره جدا، وبنقعد في المطار 6-7 ساعات، حتى مطارات افريقيا يعني معظمها مش ما فيهاش على الحال ده. يعني بننام على الارض وبنقعد ساعات طويله جدا، لكن لما نجوم كبار في البريمير ليج بيصادفوا هذه المواقف هو بيصعب عليه كمان انه افريقي وانه نفسه يوصل او زي ما بنتكلم على بلدنا توصل لاعلى المراحل، كمان على مستوى الاتحاد الافريقي ان شاء الله يعني يبقى محترفين كمان زي بره. وتقدروا لانه محترف مش يعني أكيد القصه أكيد. دي انه مش بني ادم عادي، يعني مش لاعب عادي كمان يعني. صحيح. نروح كمان للاعب مش عادي الحقيقه، وهو الاسطوره الايراني علي دائي، اللي خلاص اقترب منه كريستيانو رونالدو دلوقتي من انه يحطم رقمه القياسي بتسجيل اكبر عدد من الاهداف الدوليه بقميص منتخب بلاده. النهارده دائي متصدر القائمه
أكثر اللاعيبة اللي سجلوا أهداف مع منتخبات بلادهم، 109 هدف. النهاردة رونالدو بيحصل على المركز الثاني وراه على طول برصيد 102 هدف دولي. يمكن قلنا الكلام ده يمكن في حلقة قبل كده، صحيح رونالدو عنده ماتشات كتير صحيح هيلحقوا يعني صحيح. أكيد. لكن في تصريحات النهاردة بتنقلها يعني إحدى الصحف إنه دائي على لسانه كان بيقول إنه بيتمنى بالصدق إنه يصل كريستيانو رونالدو لرقم القياسي. هو بيتمنى ده لرونالدو الحقيقة، وقال سأصاب بخيبة أمل بأي حال من الأحوال، وسيكون شرفا حقيقيا لي إذا تمكن لاعب من فئته من القيام بذلك. يعني هو بيتمنى وبيدعي ربنا ان كريستيانو يلحقه يعني ويعني ويتصدر ويكسر هذا الرقم، يكسر هذا الرقم القياسي يعني. النهارده طبعا يعني بنتكلم عن رونالدو ظاهره يعني مش هيتكرر كتير يعني. لا حقيقي، والفرق انه فرق الاهداف قليل. رونالدو ما شاء الله في كل مباراه دوليه بيلعبها مع البرتغال بيسجل فيها بشكل كبير جدا، ولسه قدامه سنوات طويله، وبالتالي قريب جدا جدا نسمع هذا كسر هذا تحطيم الرقم ان شاء الله. صحيح. ان شاء الله. اخبارنا خلصت، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل الاستاذ جمال الزهيري رئيس القسم الرياضي في جريده اخبار اليوم، وحوار عن مباراه بكره، مباراه مهمه جدا. جدد التحية لحضراتكم. أول فقراتنا في البيت الكبير النهاردة مع يعني ناقد رياضي متميز جدا، ودايما بيشرفنا بآرائه وفكره المتميز، الأستاذ جمال الزهيري. بنرحب بيك معانا أستاذ جمال. أهلا بيك، نورنا. بنرحب بالأستاذ سيام طبعا معايا أنا النهاردة. أهلا بيك. أهلا بيك، سعيد طبعا بوجودي معاكم ومع الأستاذ سيام وكابتن هاني. أهلا بيك أستاذ جمال. عايزين نبدأ بالخبر الأحدث يعني النهاردة. يمكن عندنا محمد هاني ربنا يشفيه مصاب، وعمر السوليه موقوف النهارده بسبب الانذارين اللي حصلوا عليه. تفتكر تشكيل بكره هيكون متوقع عامل ازاي؟ والنني يعني ايه النني كمان طبعا هي البدائل يعني موجوده، ويمكن انتوا اشرتوا ليها في الانترو. انه المركز الظهير الايمن طبعا هيبقى احمد توفيق. بالنسبه للاثنين هاف ديفندر خلاص برضو بقت محلوله بوجود طارق حامد، وطبعا ابتعاد عمرو السوليه والنني النهارده بسبب الكورونا. ثانيا هيبقى موجود حمدي فتحي، وهو يعني اعتقد ان هو مش هقول بديل، لان هو لاعب اكيد يعني طبعا هو البديل الاستراتيجي. صحيح. يعني بديل قوي يعني. يعني انا بعتقد ان هو هي الظروف ارادت ان هو يبقى موجود. يمكن بشكل دراما شويه، ويمكن احنا شفنا الخناقه او الغضب بتاع طارق حامد، يعني الدنيا اتحلت في ثانيه. يعني بقى هو رقم واحد. فده برضو يمكن درس نقوله للعيبة، يعني انه انت لما بتكون في المنتخب تحديدا او في اي حتى مع فرقتك سواء الاهلي او الزمالك او اي نادي، ممكن تبقى انت حريص انك عايز تلعب، ويعني ده طبيعي جدا ان كل لعيب بيتمنى وحريص ويزعل جدا، بس يا ريت يكون زعله داخلي. يعني يحاول ان هو يتحكم شويه في الريتم بتاع الغضب، لانه لو هو فتح المجال. يعني انا شفته، انا صراحه قبل ما يبتدي السوشيال ميديا ينشر الصوره وبتاع، انا لاحظتها وانا بتفرج على المباراه، لاحظت صوره واضحه قوي ان هو بيبص الكابتن حسام البدري رياكشنه. يعني الرياكشن لا يكذب، ودي تصرفات الحقيقه يعني. بعدها بقى كمان حتى لعبت واشتركت يعني، واعتقد ان الكابتن حسام كان حريص على ان هو يلعبه جزء من المباراه. بعد كده خلاص انت غضبان ليه؟ يعني خارج وبيشوط اي حاجه تقابله صعبه. انا يعني معاك، لان يعني طبعا يعني المنتخب خاصه طبعا ده حتى في على مستوى الانديه دايما لما بنشوف لعيبه بتخرج او ما بتلعبش وبيبقى في رياكشن الشكل مش وحش، وبيأثر بالسلب على الاجواء، وبيأثر على اللعيبه، وبيأثر على المدير الفني. على طبعا المدير الفني يعني المدير الفني اصلا مش ناقص ضغوط، يعني هو اساسا نازل ومتحاوط بالضغوط والمشاكل. صحيح. وازمات اداريه فخليك انت يعني كلاعب تساعد مديرك الفني بان انت
تمتثل لقراره. لو هو لو هو مش عايزك دلوقتي هيحتاجك في وقت معين مفيش اي مشكله. هو طبعا يعني. هو طبعا هي غيره لاعب ان هو عايز طبعا يشارك ده حقه، لكن من كمان من حق المنتخب عليه ان هو يعني يكتب هذا الشعور ويطلعه في تدريب، يطلعه في مباراه. وطارق لعيب كبير جدا ومن افضل اللعيبه على مستوى. بس انا بتكلم على حتى طبعا حته الغيره. انا متفق معاك، الغيره لها درجات. انا يعني متفق معاك، يبقى في درجه معينه تبقى سيئه بقى يعني. فانت خليك في الاطار اللي هو ما يعملش فركشه جوه المنتخب اللي اصلا بادئ المهمه بتاعته بصعوبات كتيره جدا. يعني حضرتك بتقصد هنا ان الدرس المستفاد بخروج النني بشكل درامي زي ما حضرتك وصفته وقدري ورياكشن ورياكشن طارق في اخر مباراه، في مباراه توجو اللي كانت يوم السبت اللي فات، ده نتعلم منه ان انت لا تستعجل ولا تطلع غضبك بالصوره اللي اللي كانت ظاهره عليك قوي كده وعلى عينيك يا طارق. يعني مثلا حمدي فتحي كان ممكن جدا ما يتخيلش ان هو هياخد الفرصه بالسهوله دي في وجود النني وعمرو السليه وطارق حامد. فيعني عايز اقول انه كله لازم يقدر يتعامل. انا بقول ان ده برضو جزء من التعامل بشكل احترافي يعني 100%. كله عايز يلعب وكله عاوز هو يفضل موجود في الملعب، لكن المدرب في النهايه عليه ضغوط رهيبه يعني. نديله فرصة شوية ان هو يحاول بقدر الامكان يدير، زي ما بيقول واحد سايق مركب، سايق سفينة، السفينة دي بقى فيها عواصف وانواء ومشاكل وخلافات وانتقادات طبعا. يعني الله يكون في عون اي مدير فني كابتن هاني هو يقول لك في التوقيت يعني. لان هو بيبقى هو بيشتغل بفكر معين وممكن واحد عنده فكر معين تاني بره بيتكلم سواء من زمايله اللعيبة أو المدربين أو اللعيبة القدامى. كل واحد بيقول زي ما هو عايز وما يعرفش إيه الظروف الداخلية. ممكن صحفيين كتير طبعا وما أكثرهم دلوقتي بقينا عدد لا بأس بيه يعني. صحيح. كل واحد بيدلو بدلو يعني. بالظبط. فكل واحد بيقول حسب معتقداته أو أفكاره. هي المشكلة كمان يعني هنخرج من الجزئية ديت إن كمان من مسؤوليات الكابتن حسام وإنه يمكن الاداء غير المتوقع، الاداء السيء في المباراه الاولى كان بيحط عليه كمان بعض الضغوط ان المباراه الثانيه ديت لا مجال فيها لطبعا لاي نتيجه غير الفوز، مع بالظبط مع اداء على الاقل افضل من الاداء اللي شفناه في مباراه يوم السبت يعني. هي طبعا مساله الاداء دي عليها خلاف شويه يعني، بس انا عايز ارجع لما قبل كورونا. منتخب مصر مع كابتن حسام البدري برضو خلينا احنا بنتكلم فنيا لم يؤدي اداء. هل هو كان مقنع لاي حد؟ لا. ماتش جزر تتعادل مع كينيا وجزر القمر. ايوه. واعتبرنا انه ماتش القمر بالانجلش يعني علينا بس احنا هنمشيها القمر. اعتبرنا ان الماتشين بتوع توجو هي دي البدايه الحقيقيه لكابتن حسام البدري. بالظبط. بس جاياله كمان بعد توقف سنه كامله عن اي تجمع لمنتخب مصر. وحضراتكم لما تشوفوا التشكيل اللي هو لعب بيه قبل كده واللي لعب بيه دلوقتي مفيش خلاف جامد. هم تقريبا نفس اللعيبه باستثناء عدد قليل جدا يعني. المباراتين اللي هم كينيا وجزر القمر كان بس باك الشمال كان موجود عبد الله جمعه، كان ايمن اشرف لعب وعبد الله جمعه دول الباكين الشمال مثلا. انا بقول لك يعني انه كهربا كان موجود، هو بدا بيه ولعب وكان بيأدي كويس جدا. فعايز اقول انه هو بيدور في نفس المجموعه. مزبوط. ما شفناش اي اضافات. يمكن بقى يجي حمدي فتحي مثلا هيبقى اضافه من المتوقع ده انه يفرق. لا هو حمدي كمان اثبت وجوده يعني مع النادي الاهلي ولعيب له شكل وله ستايل يعني. يعني مش يعني عارفه في لعيبه انت بتحسي ان ده عنده شخصية بالظبط، او عنده طريقة اداء معينة مميزة مميز يعني. بيها فدي اعتقد انه هيبقى اضافة يعني. طب النهاردة جزر القمر بيتصدر المجموعة ومصر النهاردة لو او منتخبنا لو ما حققش نتيجة بكرة يعني ترضي على مستوى النتيجة على رأي كابتن سمير كمونة يعني. خلينا مركزين في النتيجة بلا الاداء يعني. دلوقتي مصر هتبقى في يعني منتخبنا هيبقى في ازمة اذا لم يحقق النتيجة. هو شيء طبعا مؤسف ان احنا في هذه المجموعه
ونتحدث عن ان احنا يا ريت نصعد او يا رب نصعد. ده 2 من 4 يعني معلش لما منتخب مصر بحجمه ده والكلام اللي بيتقال كله على ان منتخب مصر بيعاني، ده بيعاني من اول ضربه بدايه في التصفيات. يعني برضو اعتقد انه في مباراه كينيا في القاهره كينيا ثم جزر القمر اعتقد ان كان سهل جدا انك تعمل حاجه. يعني احنا بنقارن مع منتخب الجزائر مثلا مع كل الاحترام تأهل تمام رسميا تأهل، وفي منتخب والسنغال تأهل وغانا على بالظبط. هو ده اللي احنا كنا بنتوقعه لمنتخب مصر. حتى توجو كانت متوقعه كده امبارح كان معانا سفيرنا سفير حسام حسين وقال سعداء جدا مستنيين منتخب مصر مستنيين يشوفوا اللقطه دي خصوصا بعد ما اتغلب 1-0 فقط. يعني كونه يتغلب 1-0 بس من اكبر فرق القاره الافريقيه تاريخا وبطولات وكله، لا برضو بالنسبه لهم يعني عمليه جامده يعني. بس لكن احنا بنقول برضو مع كل هذه الظروف هنحط بقى فيها كل الظروف اللي احنا يعني هنفترض ان كورونا هنفترض مش دي الحقيقه على فكره هنفترض ان كورونا هو السبب في ان المنتخب ما تجمعش والغاء البطولات والمعسكر والمعسكرات والكلام ده كله انما بقى لزام على منتخب مصر ان هو الان في ازمه. ففعلا زي ما قال الكابتن سمير كمونه انه احنا عايزين النتائج فقط الى ان يكون عندك شويه وقت بقى يبقى فيه الكلام اللي هو عن الفنيات والاداء يعني. لكن الاول نتاهل. فالفوز اما ناخد الفوز كده يعني في ناس تقول لك انه يعني يا جماعه ما احنا كسبنا. لا ما هو ما انت كسبت معلش مع كل الاحترام انت كسبت توجو مش توجو دي اللي هي القديمه بتاع اديبايور لا يعني دي فرقه تانية خالص علما بانهم على فكره عندهم برضو لعيبه كويسين قوي. كابتن هاني لما اتفرجنا على المباراه ولما هم تخلوا عن الدفاع وخلاص منتخب مصر تقدم شفنا اداء مختلف من توجو يعني اداء مختلف أداء طبعا هجومي. اداء هجومي وخلي بالك يعني برضو لو يعني نظرنا للمباراه بتاعت بكره اعتقد الاداء الهجومي بتاعهم هيكون اشرس هيكون عندهم طمع اكتر لان حتى لو بصينا في جدول المجموعه هي دي الفرصه الاخيره اعتقد لتوجو لتحقيق الفوز. هو طبعا عنده نقطه واحده وبالتالي هي مباراه هي استعراضيه وما اصعب المباريات يعني اللي هو بتخش عايزين يحققوا نتيجه فريق ما مش خاص يعني بما معناه بلاعب منتخب مصر بالزبط. من افضل المنتخبات على مستوى القاره وعاوز يسيب بصمه والاجواء كمان يعني الاجواء ممكن يكون في مطر يعني ممكن والرطوبه الاجواء مختلفه في مباراه صعبه بلا شك يعني طبعًا. يعني المستوى الفني لفرقتنا افضل كتير لكن معطيات المباراه نفسها لا مباراه صعبه نتمنى فيها الفوز بغض النظر يعني معلش برضو قبل ما لو هنقفل موضوع المنتخب قبلها لازم نقول ان المنتخب او المسؤولين عن اتحاد الكره مع كل الاحترام ليهم صنعوا مشاكل كتيره والمسؤولين عن المنتخب حاجات ملهاش اي لازمه خالص انها تطرح يعني في مشاكل ملهاش لازمه. عندك الحفله كانت ممكن تتعمل في اي وقت تاني عندك مع كل الاحترام والتقدير عندك يتم تاجيلها مش الغائها يعني بالظبط لا مش الغائها ما هو اولا هي صعبه قوي فوز محمد صلاح بالدوري السنه اللي فاتت فكان ممكن جدا تتعمل بس نطمن الاول يعني انا دايما الاجواء الاحتفاليه وكابتن هاني اكتر واحد عاش ده مع كابتن محمود الجوهري واحنا عشناه معاه اللي هو ان احنا ما كانش بيحب الاجواء الاحتفاليه خالص ليه هو كله عنده تركيز. يعني انا فاكر كنا مسافرين مره مع منتخب مصر اعتقد في ملاوي اللي هي ليلونجوي مدينه اسمها ليلونجوي في ملاوي وكان معاه كابتن محمود سعد ما اعرفش كان المنتخب الاول المنتخب الاول طبعا فمثلا كان معانا الكابتن عصام عبد المنعم كمسؤول ممثل اتحاد الكره او رئيس البعثه او حاجه اثناء مثلا الغداء والفطار والعشاء بتاعنا بتاع الفرقه ما كانش الكابتن محمود يحب ان الصحفيين يقعدوا قريبين من البعثه الاعلاميه ما يقعدوش قريبين من اللعيبه الكابتن عصام
فهم ده بصفته ان هو مسؤول، عنده صفتين، مسؤول عن البعثة وفي نفس الوقت صحفي كبير. فهو جه قعد معانا وقال لنا يا جماعه انا هاكل، انا هبقى معاكم، نقعد مع بعض في الوجبات بتاعتنا. هو نفسه تنازل عن انه يقعد مع الفريق ليه بيوفر. سالته بعد كده وسالت الكابتن الجوهري الله يرحمه، فعرفت انه هو ممكن يكون مثلا عامل اكل معين للعيبه، واللعيبه دي زودت اثناء الاكل. لو قدامه صحفيين وقدامه ناس اغراب عن المنتخب مش هياكلوا مش كويس، هيعرف، لا هو مش هيعرف يعاقبهم. يعني هو شايف وجهه النظر في ايه. كابتن جواري كان بيحاول بقدر الامكان، يمكن النقطه اللي اتكلم فيها استاذ جمال ان هو عليه مسؤوليات داخليه كتير جدا، هو بقدر الامكان المشاكل اللي بتحصل بره الفرقه بيحاول يمنحها بقدر الامكان. فيقول لك ممكن لا هو ممكن ممكن واحد صحفي، لا هو حر مع اللعيبه بتاعته، لكن ممكن كابتن جواري يزعق مثلا هاني انت بتعمل كده ليه، او هاني انت ما تاكلش الاكل ده، ما تاكلش مثلا رز مثلا، واحد صحفي يسمعها فهيكتبها طبعا بالظبط. زي ما احنا شايفين النهارده الكل مركز على كنت بصدق يا استاذ جمال تكتب طبعا الاخبار دي طبعا. لا بس احنا برضو كنا حريصين قوي مع كابتن جواري الحقيقه، يعني لان هو ما كانش بيبعدنا، يعني هو بيقربنا بس النقطة معينة بالظبط، اللي هي النقطة اللي هو يستفيد بيها كمدير فني ذكي جدا. كان بيتعامل مع الإعلام على إنه حلقة من الحلقات. صحيح. يعني لما يجي حتى يشرح بروجرام الاستعداد يقول لك في إدارة وتدريب ومعسكرات وكذا وإعلام، حلقة أساسية زي حلقات الأولمبية كده. صحيح. عارفه شعار اللجنه الاولمبيه متصله ببعض، حلقه متصل. اساسيه متصله اللي هي حلقه الاعلام. بس الاعلام ده ياخد مني ايه؟ يعني مش هو اللي يحدد طبعا كمدير فني. ما هو انا بقول لك عشان كده هو ذكي جدا الله يرحمه، ويعني نجح في وقت يمكن ما كانش فيه امكانيات كتير وبتاع، لكن هو قدر. صحيح. وحضرتك بتربط دوت يمكن بالمشاكل اللي حصلت للمنتخب من بره، وبتتكلم على الحفله 3 ايام قبل المباراه مهمه، اعتقد ما كانش وقت. اذا كان فنان راح اتصور مع لعيبه برضو ده مش مطلوب. وشرفنا برضو ما احنا بنتكلم على نفس مشاكلنا يا كابتن في روسيا. هي يعني انا بقول انه انا لقيت خبر نازل اتحاد الكره يقرر منع الزيارات. طب ما ده مفروض اصلا موجود، احنا بنتكلم على ايه؟ انت لا هتمنع حاجه ممنوعه، لا بتمنع حاجه يا فندم كانت موجوده. لا يعني المفروض يعني بتمنع إيه؟ حاجه موجوده اصلا. احنا عانينا والمنتخب هي المفروض ما تبقاش موجوده بالظبط، بس هي اوريدي موجوده. يعني لا ده هو في اصلا منع لهذا الامر. انت بتمنعه طبيعي ان ما فيش، يعني هو الطبيعي يعني جدا أصلاً. الطبيعي انك بس يعني ده ردود افعال برضو. خلينا نتكلم، لو اتكلمنا بكل امانه وشفافيه ان يعني المعسكر بيبقى معسكر مغلق يبقى مغلق. ما طبعاً الحفله طبعاً. في حفله كبيره تكريم صلاح على عيننا وعلى راسنا، بس مش 3 ايام قبل المباراه، لان بالزبط. اكيد بيأثر على التركيز. بالزبط. بتتكلم على موضوع الشاره واثاره الشاره، بتتكلم على مثلا الشاره ده يعني ما فيش، يعني كل دي الاجواء شويه بتدي فرصه للسوشيال ميديا انها انت عارف كابتن هاني الشكل العام قبل مباراه توجو عفوا المفروض انه اهم حاجه هي المباراه، مفيش حاجه تاني، يعني مفيش تركيز في اي شيء. مظبوط. انا شايف ان اللي اتكتب واللي اتنشر واللي اتقال في التلفزيون واللي في كل مكان عن الظروف المحيطه بالمنتخب اكتر من المنتخب نفسه. لا ده حفله، لا ده شرط الكابتن، لا ده مش عارف كذا، الحاجات دي كلها دي الازمات اللي حضرتك بتقول عليها. انا بقول ان هي حتى لو مش ازمات لكن بتخرج اللعيبه عن الهدف بتاعهم. الهدف بتاعهم ايه؟ ان بيركزوا قوي في المباراه اللي هم محتاجين فيها برضو غير الثلاث نقط، وده الحمد لله ان تحقق، يعني محتاجين فيها كمان انهم يصالحوا الجمهور ويخلوا الجمهور معاهم. فالامور الكتيره اللي حصلت دي اعتقد انها كان في استسهال من البدايه مثلا. ممكن نقول مش عايزين نجزم بده طبعا، ما دخلناش في نوايا كابتن حسام ولا اللعيبه كمان، ان مثلا فرقه توجو دي فرقه يعني الى حد ما مش قويه، فرقه ضعيفه، فداخلين مستسهلين جدا المباراه، فشفنا الاداء ده اللي رفع ضغط الناس ولا لا؟ اصلا هنقول مستسهلين ازاي اذا كنا احنا متعادلين مع كينيا ومتعادلين مع جزر القمر. يعني عايز اقول ان المجموعه كلها مش المفروض ان انا اعاني فيها. ايوه يعني انت لو مختارهم بعنايه عشان يسهلوا لك المهمه ما كنتش هتختارهم بالطريقه دي. هي نوع من انواع، انا في اعتقادي نوع عدم اهتمام وعدم تركيز.
حتى من إدارة يعني إدارة المنتخب والمسؤولين عن المنتخب. ممنوع يعني ممنوع. أنت بتمنع الصحفيين يخشوا مش كده ولا لأ؟ صحيح. بتمنع بتدخل الضيوف ليه؟ يعني أنت أصلا ما حدش فينا. أنا سافرت مع كل الفرق المصرية، أهلي زمالك كله يعني منتخبات، ما كناش نقدر نخش حتى في وقتنا جوه المعسكر، يعني جوه تفاصيل المعسكر، حتى لو أنا مقيم في نفس الفندق يعني، إنما أنا إقامتي في الفندق محددة بمكان معين وبظروف معينة وتحركاتي أنا الشخصية. لكن إن أنا مثلا أخش أقعد مع مثلا في تونس كان الكابتن فتحي مبروك مثلا، نخش نقعد معاهم، لا أنا بستنى لما الكابتن فتحي مبروك يبقى فاضي، عايزين نقعد معاك أو عايز أقعد معاك على جنب خالص وبنقعد، ماليش دعوة إن أنا أدخل في وسط المنظومة، لأنه طبعا ممكن أسمع كلام أعرف حاجة أعمل، وبعدين أنت عارف الصحافة ممكن ما تقدريش تمسكي نفسك طبيعي لا. لازم أتقول ايوه لو لقيت خبر، ما انت صحفي انت بتنقل خبر بالظبط. يعني عشان نقفل الجزئيه ديت خلينا نتكلم ان المشاكل اللي حوالين المنتخب، معلش مع احترامي طبعا كل السوشيال ميديا والصحفيين، ما انت برضو هم يعني التنظيم نفسه هو اللي بيدي الفرصه للناس تتكلم. بالزبط. على سبيل المثال طارق مصطفى مثلا. على يعني في مدرب منتخب مصر ما يقدرش يسافر مع الباسة عشان باسبوره مش مجدد، طب ما دي مش طبيعي، احنا بندي برضه فرصه للناس انها تتكلم. يعني انت بتدي خبر يعني عارف قصه اصابه صلاح بكورونا، اتحاد الكوره عملها قصه، يعني كل العالم بيعلن بمنتهى الشفافيه ان في لعيب عنده كورونا، ان في مدير فني عنده كورونا، عادي جدا، عادي جدا. ده خبر عادي. اللي خلاها بقى غير عادي يعني احنا كنا بنظبط شغلنا يوم الجمعه اللي هو عدد الاسبوعي بتاع يوم السبت اخبار اليوم، الساعه 5:07 ما كانش في حاجه، 5:07 نشر الخبر على موقع اتحاد الكوره، بعدها بنص ساعه اتشال الخبر من على اتحاد الكوره. ربنا يخلي لنا السكرين شوت. انا دلوقتي لما بشوف خبر في اي حته بلحق تصوره، بلحق اصوره والله العظيم يا كابتن، حاجه تضحك. لا بلحق اصوره ليه؟ لان انا ممكن انزل الخبر، ودي مش اول وقعه لاتحاد الكوره استاذ جمال أفريكا. لسه في وقعه بيان اعتذار كهرباء للكابتن محمد فضل. فليه التردد ده؟ ليه يعني قبل ما تاخد قرارك؟ فاضطروا الكابتن الاستاذ عمرو الجنايني ان هو اللي يعلم بعد كده، يعني بعد كده اما اتعملت المسحه الثانيه فخرج وابتدى يعلن. انت عارف المشكله، المشكله الثانيه خلينا بالليل احنا. كان كل القنوات هو فيها يعني. لو بنتكلم على مشاكلنا الداخليه ماشي، ادي احنا عارفين بعض ويعني بنشيل بعض بمعنى اصح. لا اصل عملت رد فعل بقى ده اللي جاي اقول لحضرتك عليه. انت بتتكلم على صلاح نجم كبير، وبالتالي اول ما نزل الخبر تنقلته طبعا وسائل الاعلام العالميه، من وسائل الاعلام الانجليزيه نقلوا الخبر خلاص، وبعدين الخبر اتشال. والاغرب من كده كمان ان يعني للاسف برضو ما فيش احترافيه في عمليه اداره الميديا داخل اتحاد الكوره، ما فيش ويب سايت بالانجليزي، احترافيه حتى جامده، في عدد من الايميل بيتبعت على ايميل الدكتور ابو العلا، وبالتالي ده مش ويب سايت او مش سايت رسمي للاتحاد. فخلينا نتكلم يعني مع ان تظبيط الشغل ما زلنا في عدم احترافيه. تظبيط، ما هو ده مش قبل كده لو تتذكر مشاكل محمد صلاح مع المنتخب ايه او مع اتحاد الكوره، كلها مشاكل صراع بين الهواء والاحتراف، يعني اللي هو ايه انا مثلا بحط صوره محمد صلاح على الطياره مثلا، بس مش اتحاد الكوره ده يعني ما في حقوق. لا ما هو اتحاد الكوره السابق، لا احنا بنتكلم على انها مش خاصه بالاتحاد ده. ايوه بس اللي يزعل بقى انها بتتكرر. طب احنا بنقول مثلا الاتحاد اللي فات منتخب، ف يعني جايب جمعية العمومية فمش مركز قوي في حاجات معينة، طب انتوا ناس جايين معينين وجايين معينين من الفيفا بترشيح مصري، فبالتالي انتوا عندكوا صلاحيات انه يعني ما تغلطوش. يعني مثلا حكاية كابتن طارق مصطفى دي مشكلة يعني رهيبة، يعني معضلة، انه الراجل اللي بيجهز الورق على فكرة ممكن ما تبقاش مشكلة الكابتن بركات، ممكن معاه ناس اداريين ما تحركوش. لا يعني المفروض اول حاجه بعملها انا عندي رحله، عندي رحله يعني سمير عدلي، كابتن سمير عدلي مثلا
كان بيبقى عارف مين عليه جيش ومين عايز تصريح. وقت وتجديد الباسبور ده بيبقى بست شهور المفروض. لا وبعدين معقول انتهى كده من غير ما حد يشعر؟ فده اللي بكلمك عليه برضو. أنا نخرج من الجزئية دي يعني للأسف المشاكل حوالين المنتخب ما تكلمناش على الجانب الفني. الجانب الفني المهم جدا المكسب، ويمكن لنا بعض التحفظات على المستوى الفني، لكن بكرة إن شاء الله المكسب هو الأهم بشكل كبير جدا. وأعتقد يعني احنا ان شاء الله واصلين للنهايات ان شاء الله نتمنى ده. مشكلة في ده، نتمنى ده، وان شاء الله تكون البداية بكرة في مباراة توك. ان شاء الله ان شاء الله كده كلنا خلف المنتخب، كلنا عايزين على فكرة في افضل حال، ولا واحد فينا يعني بيتمنى غير كده. لا طبعا، لا طبعا، اصل اللي هيتهمنا بكده يعني يبقى لا طبعا، كلنا عايزين ترجع له تاني يعني على مصر يعني الشخصيه وترجع له تاني الرياده يعني طبعًا. مين يكره ده اسم ده. اسم مصر يعني طبعا، اسم مصر، اسم مصر ده كبير. نتمنى وان شاء الله يعني المفروض ان الظروف، رغم الظروف اللي حصلت، انما البدائل موجوده. ايه بقى اللي يحصل؟ بدائل قويه. ايه اللي يحصل بقى في الفتره اللي جايه دي عشان اللي اتكرر من ازمات ما يتكررش تاني؟ هو التنظيم طبعا الاداري، الاداء الفني نفسه في الملعب لازم يبقى اداء لعيبه مش عايزه تثبت وجودها في المنتخب. لا اكيد وصل لهم عندهم طبعا. لا هم عندهم خبرات طبعا وصل لهم اكيد. لا السوشيال ميديا ما بتوصل كل حاجه في هو اللعيبه كمان بتحسب نفسها يعني حتى بعيد عن السوشيال ميديا. اعتقد اداء المنتخب، هم اللعيبه دايما بتحسب نفسها ان الاداء ما كانش على المستوى المطلوب. هو الاداء لو كويس، هو في حد هيقدر يدعي او يقول ان الاداء مش كويس؟ ما هتبقى باينه. يعني مثلا لما الاهلي والزمالك ادوا اداء جيد امام بطلي المغرب طبعا الوداد والرجاء، الناس قالت على فورمة في افريقيا يعني النهارده فليه لا. وبعدين انت واخد، معلش كابتن حسام والجهاز الفني، واخدين لعيبه افضل لعيبه موجوده، واللعيبه دي كويس جدا ان هم كملوا الدوري. يعني قلنا دي برضو حاجه من المميزات، وكمان لعبوا وصلوا الى نهائي افريقيا، فده شيء جيد يعني. فهي المساله كلها بقى في تنظيم الشغل جوه الملعب، يعني اللي هي واضع بقى السيناريوهات اللي هو شغل المدرب يعني، والتكليفات وتوزيع تقسيم المباراه نفسها. انا عايز ايه من اول ربع ساعه، عايز ايه من تاني ربع ساعه، وهكذا حتى يتحقق الفوز. وانا شايف انه ان شاء الله ممكن يبقى افضل. هو ان شاء الله هيبقى افضل باذن الله. لو يعني انا اداء كمان يبقى ما عنديش شك ان احنا مش اكيد على ايه بيقول ممكن الاداء يبقى افضل، مش اكيد اللي لا طبعا أكيد. الموضوع مش حاجه اكيد. الموضوع خلي بالك، المباراه انا شايف على المستوى الفني مباراه اصعب هناك. يعني المباراه كانت الاسد هي في القاهره، المباراه الاصعب هي هناك. لظروف الجو، لظروف السفر، هو اللاعبين اللي بتوجوا كمان على عندهم حماسه اكتر. لكن ان شاء الله انا ما عنديش يعني شك ان هنوصل. احنا هنوصل، بس هي دايما الناس بتتكلم استاذ جمال، دايما المقارنه بتيجي ما بين مصر، الجزائر، تونس، المغرب، بتتكلم على السنغال. ايوه انت بتبص للي حواليك، فبتبص لحواليك بتلاقي يعني السنغال وصلت، الجزائر وصلت ثلاث ماتشات ب ب ب ب ب وخصوصا بقول لحضرتك يعني المجموعات يعني فيها اقوياء وفيها ضعاف. ده اللي بيقلقنا بس شويه يعني المفروض انه انت مصنف صحيح رقم كذا، ما يعني المفروض تكسب على طول، يعني مش يعني مفيش صعوبات. ما ناخدش يعني كل الوقت ده في الكلام عن عن الاداء والشكل المباراه اللي ظهرت عليها. هو اللي عمل مشكله، انا بقول ان هي المباراتين الاولى والثانيه. البدايه يعني. البدايه قبل نفسها. قبل كورونا. طبعا، ودي كانت قبل الكورونا عشان ما حدش يقول ان دي بسبب الكورونا. يعني البدايه نفسها ما كانتش بدايه قويه، لان انت عشان تعمل زي الجزائر او تعمل زي السنغال كنت تعمل كده مع كينيا ومع جزر القمر، انك تاخد الست نقاط يبقى دلوقتي خلاص وصلت. احنا برضو متعودين هنا في منتخباتنا نعاني. صحيح. لازم يعملوا لنا اكشن، يعني احنا عملوا لنا اكشن كتير جدا من ايام ما انا بلعب كمان. والله لازم نوصل بالعافيه. تلعب مع اضعف فرق وتتعب الناس. مشكله. قيمت ازاي اداء منتخب الجزائر، او خلينا نقول تفوق المنتخب الجزائري في مجموعته وتصدره طبعا المجموعه؟ هو منتخب الجزائر يعني هو ولد في مصر في البطوله اللي هنا. يعني لو نتذكر مع بعض،
2019 المنتخبات عموما بيبقى لها كيرفات يعني قعد معاناه فتره طويله وبعدين بعد كده بيطلع جيل معين فالجيل ده بيأدي بشكل كويس جدا وبيحقق نتائج. ده اللي حصل في كاس الامم الافريقيه 2019 اللي هي كسبوها هنا في مصر يعني. فانا شايف ان هم ما زالوا في نفس الكيرف ده لسه يعني عارفه عالي. لسه عندهم نفس الثقه. شوفي زي ما حصل زي ما حصل معانا في 2006 2008 2010 بالظبط الكيرف بتاعنا كان عالي جدا لدرجه انا يعني قلت ايه ده يعني هنفضل ناخد البطوله بقى على طول. انا تخيلت كده. لا فجاه بتلاقي ايه ناس اعتزلت والاجيال بتتغير فبتلاقي شكل تاني خالص عبال ما تكوني فرقه جديده بتاخد وقت برضه وكمان وتوصل لمرحله الاستقرار يعني. الاستقرار الفني على مستوى جمال بالماضي اللي بيقدم مستويات رائعه وكان يعني كان على عهده بصراحه ويعني انا كنت متواجد طبعا للاسف في 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 البطوله ديت وشفنا الفروقات الكبيره. منتخب الجزائر كان قدير ويستحق البطوله بلا شك. كمان بعد كده يعني استمرارهم في هذا النجاح نتيجه كمان ان في استقرار اداري بشكل كبير معتمدين على جمال بالماضي علاقه جمال بالماضي باللعيبه على اعلى مستوى لانه مدرب وطني برضو دي يعني نقطه مهمه جدا زي كان تجربه كابتن حسن شحاته تجربتك انت مع المنتخب الأولمبي وهكذا. ده شوقي غريب كابتن شوقي غريب برضو على فكرة على مستوى المنتخبات المدربين المصريين يمكن هم أصحاب أكبر النتائج. كابتن ربيع طبعا كابتن ربيع كمان عامل قبل كده منتخب والله كنت بقابله أيام ما كان المنتخب اللي هو بيدربه الشباب ده كان لسه يعني في أوله فيقول لك أنه هو رايح هنا رايح أسيوط رايح ولسه بيعمل لغايه دلوقتي رايح البحيره رايح الشرقيه رايح الاليوبيه فهو بيجري ورا كل وده شيء كويس يعني المدرب الوطني على مستوى طبعا باستثناء بعض الحالات يعني اكيد يعني كوبر مثلا ونجح معانا وصل كاس عالم ووصل نهائي افريقيا ونجح معانا بالشكل بتاعه بس هو فاهم يعني هو الشطاره برضو كابتن هاني ان هو ينجح يعني اللي زي ما بيقولوا ايه اللي يغلبه يلعبه هو طالما ناجح بهذه الطريقه طب ما جه بعد كده اجري وطبعا ما عندوش هو فكره ولا سياسه معينه يعني بالظبط يعني اتمنى ان شاء الله لمنتخبنا كل التوفيق واحنا سبورت المنتخب وانا واثق ان شاء الله ان احنا هنوصل النهائيات باذن الله واستعدادنا بقى للنهائيات تاخد شكل تاني ويكون عندنا ان شاء الله تنظيم افضل من كده بالظبط. طبعا تابعت حتى الفتره ان شاء الله بعد الاجنده الدوليه اللعيبه بترجع لانديتها النادي الاهلي ولاعيبته هيرجعوا ومباراه كاس مصر تحدد مباراه كاس مصر وشايف ان مباراه كاس مصر يعني طبعا دور الثمانيه مع ابو قير الاسمده ده مباراه على طريق طبعا بطوله كاس مصر ودي بطوله مهمه وعلى الجانب الاخر استعداد لمباراه طبعا المباراه النهائيه. انا كنت بزعل قوي السنين اللي فاتت كذا سنه كده النادي الاهلي ما كانش حاطط في دماغه ضمن اولوياته كاس مصر فده بيدي فرص لاخرين او لاي انديه ان هو يكسبه. طب انت برضو كنت وما زلت النادي الاهلي من اكثر الانديه فوزا بكاس مصر حقيقة. زي الدوري فانا بقول انه مهم قوي انه يبقى عينك على اللقب السنه دي كمان في كاس مصر لان دلوقتي الفتره القادمه القليله قوي دي امام موسيماني فرصتين حلوين دوري ابطال افريقيا وكاس مصر فالاثنين اولا هيفرقوا كتير قوي معاك كنادي طبعاً. بطولات يعني بقى. للثلاثيه طبعا دي مهمه قوي والانديه اللي بتحقق الثلاثيه دي بيبقوا الأندية الثلاثية أو الثنائية يعني بتعمل بترضي قوي الجماهير فده مطلوب يعني فأنا بتوقع برضو إن شاء الله أنه الأهلي ينافس طبعا مباراته القادمة مش هتكون صعبة قوي بس برضو في الكاس خاف من كل حد صحيح يعني احترم كله احترم كل الفرق بصرف النظر بقى مستوى إيه بيلعب في دوري إيه أو في درجة إيه لازم تتعامل بشكل عملي مع كل الفرق واعتقد مستر موسيماني اكيد هيبقى
مدرك القصة دي والجهاز المعاون يعني. هيراعي أو هيكون متخوف على بعض اللعيبة من فكرة الإصابات فيحاول أنه هو يعني يلعب بعناصر تانية بديلة طبعًا. تفتكر هيحاول طبعًا. لازم يحاول طبعا أنه هو أولا لازم القوام الأساسي هيبقى موجود بس هي الفكرة تغيير بعض العناصر اللي هي ممكن تكون يا إما مجهد ما أحيانا الإجهاد ممكن يعرض اللاعب للإصابات يعني لو لاعب مرهق عضليا ممكن يتعرض للإصابة صحيح. بسهولة في الحالة دي هو أكيد 100% عنده البدائل اللي يخوض بها المباراة بس مش هتلاقي فريق مختلف هو لازم برضه لما تيجي تشوف الأساسيين والاحتياطيين هتلاقيهم تقريبا مستوياتهم قريبة يعني مش هتلاقي مفاجآت صارخة يعني هتلاقي لعيبة برضو اللي هم كانوش بيلعبوا فدول بياخدوا فرصة كنوع من التجهيز يعني هم حاجة أهم حاجة إن شاء الله بإذن الله يكون كل اللعيبة بعد الأجندة الدولية تكون سليمة 100% لأن واعتقد محمد هاني في اخبار ان شاء الله يعني. يعني في بعض الاخبار ان هو ان شاء الله يلحق يعني هو كان عنده جزع في الرباط الركبة الداخلي وبالتالي هياخد يعني ان شاء الله خلال اسبوع يكون متعافي تماما إن شاء الله. ويستعد إن شاء الله. للمباراة فده اللي بقول لك يعني هو اكيد موسيماني دلوقتي حاطط سيناريو اكيد لكاس مصر بشكل او باخر بالنسبه للي هيلعبوا بالنسبه للرجوع على المستوى اللعيبه الدوليه والجزء بقى المهم كمان هو التحضير للمباراه النهائيه على يعني التحضير لا دي عايزه شغل تاني ما هو ده بدايه بقى يعني خلاص ان اللعيبه راجعه فالتحضير يعني انا شايف انه من دلوقتي اكيد المباراه النهائيه نهائي دوري ابطال افريقيا ده هو العرس او الفرح اللي انت مستني يعني انت بتجهز للمهرجان ده صحيح. المباراه الكبرى طبعًا. اللي ان شاء الله برضو ده هدف اساسي بالنسبه للاهلي وبالنسبه للموسيماني وبالنسبه للعيبه ان هم يحققوا اللقب التاسع مش هنقول بقى التاسع خليه اللقب التاسع احلى نغير يعني افريقيا يعني فان شاء الله باذن الله اعتقد انه استعداد برضو الاهلي هيكون استعداد كبير للمباراه واحترام المنافس من اهم ما يمكن يعني أكيد. احترام الفريق المنافس الزمالك في هذه المباراه احترام قدراته كمان الفنيه عشان تعرف تتعامل مع يعني تفسد المراكز القوة يعني فيه او تحددها وفي نفس الوقت تستغل نقط ضعف فعايز دراسة كويسة جدا واعتقد انه الاهلي في المباريات الكبيرة بيبقى موجود بشكل اقوى يعني ان شاء الله يكون مستعد بشكل كبير جدا وانا متاكد لو على نفس مستوى اداء النادي الاهلي التحضيري على مستوى الذهني والمستوى البدني الماتشين بتوع الوداد وقبل النهائي دي اعتقد مش هيبقى فيه مشكله مع احترامي طبعا نادي الزمالك نادي اعتقادي من افضل الانديه الموجوده دلوقتي حتى على مستوى افريقيا بيقدم مستويات عاليه جدا عنده مفاتيح لعب كتيره اكيد كلنا عارفينها مفاتيح اللعب معروفه لكن الفرقتين عارفين بعض كويس قوي مفيش بس حاجه مستخبيه يعني لكن مفيش حاجه التوليفه اللي يعملها موسيماني ده مهم جدا ازاي يعمل معادله ان انا اوقف خطوره نادي الزمالك وفي نفس الوقت استغل الثغرات بالظبط وما افقدش هويتي وكمان صح. لا وكمان برضو انا مش عايز انه يعني دي جربناها في ماتشين في بطولتين اللي هو ان انت تبدا هجوميا ومندفع والفريق المنافس بتلاقيه واخد الجانب الدفاعي ويعتمد على هجمات مرتده برضو لابد من الحذر من هذه النقطه طبعا يعني طبعًا. يبقى في توازن انا بقولك بعد معاناه يعني انا شفت الماتشات دي يبقى في توازن بين الاداء الدفاعي والهجومي حقيقي. يعني مفيش لعيب يبقى مندفع هجوميا وخلاص لا انت عندك واجب دفاعي اهم حاجه زي انا طول عمري مبدئي كده الدفاع هو خير وسيله للهجوم لو دفعت بوعي او بشكل كويس تقدر تهاجم كويس تقدر تبني هجمات حتى لو هجمات قليله انما بتبقى افكت مفيده بالظبط يعني مباراه مهمه جدا جدا جدا
ولقب مهم. طبعا ان شاء الله ربنا يوفقك. يا رب الاهلي يحققه باذن الله يعني، وهو قادر على ده. احنا بنشكرك جدا جدا. انا بشكرك والله جزيلا وجودي معاك طبعا كالعاده يا كابتن، مع الاستاذ زياد على غير العاده. لا على اساس انه حاجه اكسبشن استثنائيه. لا استثنائيه بقى، نرجو بقى الكابتن يبقى يثبت الموضوع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليك. جمهورنا برحب بيكم مره ثانيه في البيت الكبير. معانا زي ما قلنا لكم في الانترو في الاول عائلة أهلوية جديدة هنتكلم معاها في كلام كتير، يمكن جزء كبير منه كان في التقرير دلوقتي. حوار رياضي اجتماعي عائلي في كواليس وحكايات كتير، بنتمنى إن شاء الله أنها فقرة تنال إعجاب حضراتكم. ولأن أدب الحوار أننا نبدأ بالسيدات، فالأول هنعرف كابتن سارة محسن. سارة محسن برحب بيك. سارة حسام برحب بيك يا كابتن سارة. كابتن سارة حسام لاعبة الفريق الأول زي ما شفتوا كده كرة اليد في النادي الأهلي، اللي حققت مع الفريق 15 بطولة في 5 سنين فقط، ولسه عندها حلم أنها تحقق رباعية السنة دي بإذن الله. فأنا برحب بيك وإن شاء الله قدها إن شاء الله. واحد من الكباتن الكبار كابتن عمرو ممدوح المدير الإداري النهاردة لفريق كرة الماء في النادي الأهلي، برضو واحد من أحسن حراس مرمى كرة الماء، صحيح يا كابتن؟ طيب، وتاريخ كبير طبعا في النادي الأهلي ومنتخب مصر في كرة القدم طبعا. شناوي بتاع المية. شناوي المية. شناوي المية. برحب بيك يا كابتن. ازي كابتن؟ برحب بيك يا كابتن. برحب بيك يا كابتن برضو. منورينا في البيت الكبير، وعائلة فعلا أهلوية 100%، ونتشرف ان تكونوا موجودين معنا النهارده في البيت الكبير. وعرسان جداد بقى لهم سنه كده وكم شهر، بقى لكم قد ايه يا كابتن سارة؟ سنه وشهرين ما شاء الله. لسه يعني في الاول خالص. ايه رايك بقى، ايه رايك في الجواز؟ احكي لي. ما لا والله هو يعني مش سمعنا. لا 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 خالص يعني. لا عمرو في البيت لا يعني غير النادي خالص بصراحه يعني. لما بيكون في البيت لا بجد يعني الموضوع مش يعني، هو يعني بنساعد بعض كتير قوي في البيت، مش اللي هو انا كل حاجه عليا في البيت. لا 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 زوج متعاون يعني. لا متعاون جدا والله. لما بيكون عندك تدريب او مباراه او كذا لا بيبقى موجود يعني، هو على طول بيبقى معايا بيحفزني، حتى لو في ماتشات مهمه في حاجات بيبقى يعني هو على طول بتبقى متمعني على طول، يقعد يقول لي مثلا ركزي في حاجات، مثلا لو في مثلا لو احنا مثلا فتره زي مثلا يبقى فيها تمرين مثلا متاخر الكلام ده. لا هو بيبقى مراعي الكلام ده. مستشارك الرياضي كمان لا ان شاء الله. طب دي حاجه كويسه جدا على فكره. طبعا كابتن عمرو مهم جدا انك تكون سبورت طبعا ليها، لانك انت كمان رياضي وعارف قد ايه الرياضي المستقر عائليا يعني كمان ده بيكون حوافز ليه وبيديله استقرار حتى على المستوى الفني. لكن قبل الهوا بس خلينا قبل ما نخش في الميه، انت قلت لك ما لعبتش كوره، قلت لي لا لعبت كوره. ايه حكايتك ايه مع كره القدم؟ لعبت شويه كده يعني، او احنا صغيرين الطبيعي موجودين في النادي فبتدخل اختبارات الكوره طبيعي. فعديت من اختبار والتاني والتالت والكلام ده كله، ولعبت فتره كده مع كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن فوزي سكوتي، بس حصل اختبار فرقه كده فما حالفنيش التوفيق. لا هو على فكره على فكره يعني خلينا نتكلم بكل امانه، اولا نصيب يعني، في ناس كتير جدا بتروح الاختبارات بتبقى على مستوى عالي جدا ممكن ما بيتشافوش او ما بيكملش، بس انت قلت لي ان يعني كنت انت استمريت دخلت القطاع الناشئين، يمكن كان كابتن شطه قال لك ان جسمك صغير. جسمي كان لسه صغير شويه لغايه 13 14 سنه كده، ف قال لي لا يصلح يعني دلوقتي علشان بنيانه ضعيف. وبقيت ما شاء الله نجم كبير في عالم كره الماء. الحمد لله. ده كره الميه ولا كره القدم؟ كره القدم طبعا. مثلا لا هي دي حاجه ودي حاجه يعني. دي حاجه ودي حاجه يعني. انا دايما معلش يا كابتن هاني ما تزعلش بقى. لا لو في حاجه زعلني هقول هرد. هي القدم غدار يعني، انت ممكن تكمل لغايه فتره كبيره جدا وبعدين في وقت من الاوقات القايمه مثلا بتاعه الفريق الاول اكتملت الكلام ده، فبتطلع بره ممكن ما ترجعش تاني، ممكن مستواك يتاثر في فرق في اصاباتها اكتر بكتير. اصاباتها اكتر طبعا. فيعني طبيعه كمان ان هو ما بتبقاش الحياه الاجتماعيه انت مراعيها بالشكل الكافي نظرا المعسكرات اكتر، تدريب اكتر، ارتباطات اكتر. مظبوط يعني على مستوى كره الميه كحارس مرمى كنت في النادي الاهلي ارتباطاتك كنت عارف اوفق ما بين الدراسه وما بين الشغل وما بين النادي
يعني تبقى أسهل شوية. ما هي أسهل. يعني زي ما حضرتك قلت في الأول وفي الآخر هو الموضوع نصيب. كله نصيب صحيح. في الأول وفي الآخر وربنا ما بيعملش حاجة وحشة لحد ما حدش عارف. يعني بطل كبير ونجم كبير في النادي الأهلي وأهم حاجة إن هو الموضوع كله جوه الأهلي يعني ده أهم حاجة جوه البيت الكبير جوه البيت الكبير بالظبط كده الواحد من زمان وانتمائه للمكان دوت اكيد صحيح. اكيد كابتن ساره كمان كده تقريبا يعني تجاه من نادي الجزيره جيت من الجزيره انتقلت للنادي الاهلي امتى بقى 2015 جيت من الجزيره للاهلي وبدات بقى بس قبل الجزيره كنت في الزمالك خلي بالك ما قلتلوش قبل الجواز ان كنت في الزمالك خلاص يا كابتن يعني بيننا وبين بعض لا كان عارف مصر عارف مصر عارف انتقلتي في 2015 في 2015 ومن 2015 الى الان انت دلوقتي موجوده في الفريق مع خمس سنين 15 بطوله ما شاء الله الحمد لله مين اللي كان بيشجعك على اللعبه من بدايه غير 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 طبعا احنا بصراحه العيله كلها بتلعب هاندبول يعني عيله بابا كلها ولاد عمي ولاد عمتي من زمان قوي واحنا كلنا كنا في النادي فاحنا كلنا كنا بنلعب هاندبول وبعدين بدانا بقى يعني انا وغدا اللي بدانا فعلا نكمل بقى اللي هو احنا بعد ما خلصنا كنا في الزمالك انت وغدا اختك حارسه المرمى اللي اعتزلت ورجعت انا ارجع لغدا كملي لي فهي راحت الاهلي في موسم 2010 وانا انتقلت للجزيره وقعدت فيها برضو في الجزيره قعدت فيها حوالي 6 سنين وبعدين جيت الاهلي واحنا لسه مكملين احنا الاثنين ما شاء الله مين من العيله حقق برضو انجازات زي كده او يعني حقق عائلتنا لا يعني احنا اخر واحد مثلا ممكن يكون ابن عمتي هو كان لسه بيلعب هاندبول حسام في النادي الاهلي لا ما لعبش في النادي الاهلي كان في الجزيره وبعدين لما بدا احنا الاعمار بتبدا يعني كل سنه بالفرقه الاولى مثلا الفريق الاول بيبقى عنده لعيبه وعنده اكتفاء من اللعيبه موجود فبيبقى ينشئ الناشئين فهو مشي من ناشئين الزمالك كان بيلعب في تقريبا في الزهور او نادي الهلال بس بعدين بقى جات له اصابه فبطل بقى تمام عمرو احكي لنا برده يعني عائليا كده لقائك بكابتن ساره في اول لقاء كان جوه النادي الاهلي ولا بره ولا يعني اللقاء جه الاولاني بتحكي انت او يبقى في حاجه في اللقاء الاولاني يعني لا خلي عمرو برضه يحكي يعني لا هو كان في النادي اللقاء حصل ازاي هو كان في النادي في الاهلي لما هي يعني انتقلت من الجزيره وبعدين الموضوع يعني ابتدى ياخد يعني بعيدا عن اللي هو التعارف والكلام دوت يعني ابتدى ممكن يبقى فيه يعني اللي هو يعني سنة اعجاب يعني اعجاب شوية من بطولة افريقيا اللي هي بتاعة الهاندبول اللي كانت عندهم كانت عندنا في النادي استضافها 2018 حضرت انت بقى حضرت انا كنت ماسك يعني في البطولة منسق العملات والاقامة والاعاشة بتاعة الفرق فكنت متابعهم بقى متابعها بقى يعني طبعا يعني مع الفرقة بحكم بقى ما انت بحكم الشغل على طول مع الفرقة في اي مكان موجود معاها فالحمد لله يعني بس ايه اللي لفت نظرك ليها يعني ايه طبعا كان في ناس كتير وبنات اكيد كتير ايه بقى اكتر حاجة بس اوعى بصيتها دي اوعى تخليك اوعى تخاف اسمع كلام كابتن هاني لا يعني طبعا العلاقه يعني جوه النادي وزي ما بتقولوا انتوا العيلتين طبعا منتمين للنادي الاهلي وبتبقى علاقه جميله جدا لما حتى يعني شريكه الحياه بتبقى من جوه النادي بس هي يعني سام بتقول لا عايزه اعرف ايه اللي لفت نظرك هي مصممه من وسط لاعبات اكيد كتار يعني وانت كمان كنت منسق عام يعني مع الفرقه في رايحه جايه انت ما سبتهمش قول لي ايه اللي عجبك ايه اللي عجبك بقى في ساره ايه اللي عجبك في ساره يعني على المستوى الشخصي يعني علشان هي بتلبس 17 وانا عيد ميلادي لاحظت يوم 17 كده التيشيرت كان 17 انت كنت لابسه 17 وانت 17 انا قلت معجبين باحمد حسن ولا حاجه لا ده رقم كده اوكي عشان كده حلوه الاجابه دي جميله لا تمشي مش مقنعه طب وانت من ناحيتك بقى يا ساره لا هو الموضوع فعلا بدا في النادي يعني اللي هو في الاول فعلا يعني هو
شفنا بعض كذا مره، قعدنا مع بعض، بعدين لقينا ان الموضوع فيه بدا في يعني اعجاب، في بعدين فعلا بدانا يعني مع البطولات كده بقى الموضوع اللي هو ايه، لا ايه ده يعني سبورت جدا معايا، بيحمسني كتير، بيشجعني في الموضوع بالظبط. فبدانا نتفاهم، بدانا الموضوع بدا إيه واحده واحده، خطوه خطوه، لحد ما ربنا ان شاء الله. كابتن عمرو، انت النهارده وانت بتلعب اللعبه دي اكيد يعني في مسؤوليه كمان، وخاصه ان حضرتك المدير الاداري لفريق كره المايه في النادي الاهلي. كلمنا زي الصوره اللي احنا دي 17 اهي، ده التيشيرت بتاعي، ده اللي لفت نظرك يعني ساره، بس هو ده ما شاء الله. وانت ماسك الهاندبول وهي ماسكه الووتر بول، صح؟ لا انا ماسكه الهاندبول وهو ماسك الووتر بول، بالعكس. وبدلنا بعد كده، وبدلنا. دي كانت في الخطوبه، دي كانت في الخطوبه، دي صوره في الخطوبه. اوكي، دي بس انا شفت الصوره الثانيه، انت كنت لابس 17. مبدلين بقى، هي لابسه الطاقيه وانا لابس التيشيرت. حلو. دي مسؤوليه كابتن غير مسؤوليتك اكيد وانت لاعب وانت حارس مرمى للفريق. كلمني عن مسؤوليتك النهارده وانت اداري للفرقه. بص، يعني هو الواحد من اول ما ابتدى وهو شايف يعني في سياسه عمل واضحه في النادي، في كل الالعاب، في كل الاجهزه، في مرجعية دايما للشخص الكبير المسؤول عن اللعبة. نعم. فده بناخد منه المشورة، وبناخد منه يعني في المواقف الصعبة اللي الواحد ازاي ممكن يتصرف فيها. فده مسهل كتير جدا في وجود كابتن وائل عزت، في وجود كابتن فاضل، في وجود كابتن محمود حسن، الثلاثة المسكين جهاز ألعاب الماء وجهاز كرة الماية. فطبعا ده يعني بيخف شوية من مسؤولية الواحد، على عكس ما كان لعيب. يعني الواحد وهو لعيب لغايه ما لما وصل ان هو يبقى كابتن فرقه في وقت من الاوقات، برضو الواحد بيبقى مسؤوليته عن نفسه، مسؤوليته عن الفرقه حواليه، ازاي ممكن يعني نركز في ماتشات، نستعد البطولات في وقت المعسكرات، الكلام ده كله. ولكن طبعا الموضوع بيختلف والمسؤوليه بتزيد لما الواحد بيبقى مسؤول عن منظومه. صحيح، زي كرة المية في الأهلي، يعني مسؤولية كبيرة. عكس كابتن سارة، أنت أصلا يعني أنت كابتن الفريق، صحيح؟ لا لا لا، مش كابتن الفريق. لا لا، والله من كباتن الفريق. طيب وانتوا الحقيقة ما تعودتوش أن أنتوا ما تكسبوش بطولات زي ما حصل السنة اللي فاتت. أنت من كباتن الفريق، كنت بتقعدي لما بتقعدي مع زملاتك بتقولوا لبعض إيه؟ بتحمسوا بعض إزاي؟ بصوا، احنا في الاول يعني الموسم اللي فات اللي حصل ده فعلا كان ربع، يعني اول مره يحصل في النادي الاهلي في الهاندبول يعني عموما. فده كان حاجه من جوانا كده اللي هو احنا متضايقين جدا، زعلانين، مش مصدقين اللي هو ازاي ولا بطوله في الموسم خالص. على عكس العاده يعني، صراحه حصل لهم ظروف معاكسه كتير جدا الموسم اللي فات. زي ايه؟ يعني في اكتر من لعيبه بطلت، في اكتر من لعيبه اتصابت، كنا كان في عمليه احلال وتجديد كتيره في نص الموسم. كل ما يبداوا ياخدوا ستاب ان هم يرجعوا لمستواهم، في حد يتصاب تاني. احنا جينا في اخر الماتشات تقريبا كانت نص الفرقه قاعده بره مصابين. يعني كانش في بدايل اصلا تلعب. بالظبط، ما كانش في فعلا بدايل. اللي هو احنا اللي كان في الملعب كان تقريبا هو الوحيد في الملعب، اللي هو لو حصل له اي حاجه ممكن ما نلاقيش بديل. فكانت بس الظروف بتمر يعني 15 سنه او يعني 15 بطوله بخمس سنين، ده رقم كبير جدا. فبيمر سنه اكيد بيبقى فيه ظروف خاصه، بقى عاده التوفيق او ضاع. ما هو ده اللي يخلينا ان هو نرجع احنا. لا طبعا احنا مش الاهلي اللي يبقى بعيد عن الاول، او مش بعيد، مش هو اللي يبقى واقف اللي هو لا مش ياخد تاني لا مش احنا يعني. فده اللي خلينا عندنا حافز السنه دي ان احنا ان شاء الله نجيب البطولات كلها باذن الله. صحيح، تاريخ كبير لكره القدم، على خاصه يعني السيدات 25 سنه بتاخدوا البطولات. وبعدين كان معانا يعني زميلاتكم هنا موجودين في البيت الكبير، فهم شرحوا الحته دي. يعني انا كنت فاكر ان في نوع من انواع التشبع شويه، يعني لما واحد ياخد بطولات كتير بيجي سنه من السنين بيبقى الموضوع بالنسبه له خلاص السنه دي مش مشكله. لكن الظروف اللي مرته بها يمكن ان شاء الله يعني تعوضوا بقى السنه دي. لا كمان مش هتكررش تاني، ممكن ده استثناء. انتوا دلوقتي ماشيين هايل يعني، صح؟ احنا دلوقتي ترتيبنا اول، متصدرين الدوري ب 30 نقطه.
الفرقه اللي بعدنا 25 يعني، فلسه واحنا لسه في اول جوله في الدريمه في الجوله 11 او 10، فلسه يعني لسه بدري يعني. بس ان شاء الله يعني احنا عندنا يعني كل اذا كان الجهاز او اللعيبه كلها ان شاء الله يعني ناخد الاربع بطولات الموسم مركزين قوي الموسم ده اكيد. انا عايز اروح لعمرو في حاجه معينه، حراسه المرمى عامه في كره القدم مش كل الناس بتبقى حارس مرمى يعني، عايز اربطها برضو بالووتر بولو، ان حراسه المرمى كمان في الووتر بولو اعتقد عمليه اصعب كمان حراسه المرمى في كره القدم. ليه حراسه المرمى بشكل كبير، او يعني انت شفت نفسك ازاي كحارس مرمى، ولا بدات بلاير عادي في الملعب وبعدين حسيت ان الموضوع حصل خناقه في الموضوع ده؟ خناقه كمان يعني مامتي المدرب ساعتها اول مدرب شافني قال لي انت هتبقى جول، فمامتي راحت له قالت له لا انا عايزاه يلعب ويجيب جوان. ايوه انا عايزه يلعب راس حربه هو يقعد يلم الكور من الجون، لا انا عايزاه يلعب. قال لها لا سيبيه وانا شايفه حاجه. كم سنه كان لسه عمرك كم سنه؟ كان 13 سنه الكلام ده وانت صغير يعني ناشئين يعني. وانا عندي 17 كنت بلعب كاس عالم مع منتخب الناشئين اللي هو كاس عالم. انت استقبلت ده ازاي؟ انت لما قال لك حراسه المرمى ما حسيتش ان يعني والدتك عايزاك تلعب وتجيب اجوان؟ لا خالص، انا كنت عايز ابقى جون جدا فعلا. انا كنت عايز ابقى جون جدا يعني. يعني حسيتها مختلفه يعني. احنا كلنا بنجري ورا كره واحده. خلينا كده كده كره دي هتروح هجوم هجوم دفاع، فخلينا انا واقف. صح بالظبط. بس هي على مستوى الصعوبه، هي مع احترامي طبعا لكل جوان الالعاب الثانيه، ولكن كره الميه انت بتعمل يعني دبل افورت، انت مش واقف على الارض. طبعا يعني اذا كان هاندبول اذا كان قدم انت مش واقف على الارض، انت الفوت ورك بتاعك مختلف جدا. فالقصه محتاجه يعني تمرينات رجلين عاليه المستوى جدا، عالي جدا وقاسيه، محتاج توافقات، محتاج توافق عضلي عصبي من نوع معين غير انت مش في الارض. بالظبط. فالجامب او المقص اللي احنا بنسميه عندنا ده او التيك اوف ده موضوع صعب جدا يعني، ولكن بالممارسه كل حاجه بتبقى افضل واسهل الحمد لله يعني. اكيد. نرجع بقى لغاده. غاده بقى يعني اختك في حراسة المرمى، ومن يعني من اقوى اللاعبات في حراسة المرمى مع انها اعتزلت. مين اللي كان يعني هي اللي اخذت قرار الاعتزال ده، ومين اللي رجعها مره تانية عن فكره الاعتزال؟ هي انا مثلها الاعلى غدا اصلا. اكيد صح، اكيد طبعا في حراسة المرمى اكيد. كيف كابتن عمرو ممدوح تضحكي على ايه؟ شنوي كره اليد كره الميه. لا غدا السنه اللي فاتت هي كانت اتجوزت في شهر واحد، فكانت اتقالت انها تكمل بقيه الموسم. وبعد ما خلصت الموسم كانت متفقه مع جوزها ان هي تجيب بيبي، فقالت انها تعتزل الموسم ده وتجيب بيبي يعني، وتشوف بعد كده الدنيا هتمشي ازاي، تستمر ولا لا. بالظبط. طب معلش قبل ما تكملي بس الحكايه دي، ما احنا معانا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن وائل. اهلا وسهلا. ده اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. على كابتن هاني رامتي وعلى كابتن عمرو وعلى كابتن ساره وعلى حضرتك، ويعني انا سعيد ان انا معاكم في النادي. احنا سعداء موجود في بيتك، في البيت الكبير في النادي الاهلي، ومعانا نجوم على مستويات مختلفه في الميه وعلى الارض، من نجوم النادي الاهلي. لا انت معاك ناس يعني عمرو، انا يعني بالنسبه لي مربي طبعا ساره لعيبه هاندبول كبيره، وزوجته وعيله اهلاويه زي ما بيقولوا كده من الالف للياء، وناس ابطال، وانا سعيد ان انا موجود معاهم، وسعيد ان هو عمرو معايا، وسعيد ان العيله دي كونت في النادي الاهلي، وان شاء الله يعني يجيبوا اولاد يبقوا ابطال برضه يكملوا مسيره باباهم وامهم. يا رب ان شاء الله يكملوا المسيره دي يا كابتن وائل. ان شاء الله. ايه ابرز اللي بيميز كابتن عمرو ممدوح من وجهه نظر حضرتك؟ لا هو عمرو طبعا شخصيه جميله، انا يعني مش عايز اقول بقى اكبر نفسي يعني، اعتبر نفسي اخويا كبير بالنسبه له وبيساووه. بس عمرو يعني على المستوى، هو راجل طبعا من الناس المتميزين لعبا، وخلص اللعبه، هو اساسا خريج تربيه رياضيه قسم اداره، فعنده ملكه الاداره. انا راجل طبعا بحب الناس الاداريين، هو راجل منظم جدا، راجل شاطر،
راجل انا فخور ان هو معايا. ربنا يخليك. وان شاء الله تشوفوا كده رئيس جهاز ان شاء الله المستقبل بتاع النادي الاهلي ان شاء الله. تحب تقول له ايه يا كابتن؟ كابتن اتفضل. كابتن وائل يعني اخويا الكبير طبعا، اتعلمت منه كتير جدا في الناحية الانضباطية جوه الملعب، اتمرنا مع بعض وقعدنا مع بعض كتير جدا نلعب. بعد ما بطل ساب فراغ كبير في الناحية الانضباطية. ناحية الانضباطية يعني ايه؟ الالتزام يعني. هو كابتن وائل عميد شرطة، فالموضوع ده عنده مؤثر منظم جدا في كل حاجة. الناحية الأخلاقية والانضباطية في الملعب بتبقى مهمة جدا بالنسبة له قبل الناحية الفنية. الواحد يتعلم منه وبيتعلم منه صراحة. أكيد كمان بناء الكوادر يا كابتن زي ما حضرتك بتتكلم، يمكن شفت في عمرو دوت وكنت أنا لسه هسأله، دايما اللعيب لما بيبطل بيبص لحتة التدريب، هو كان مدرب حراس المرمى لكن حضرتك شفت فيه كمان نوع من أنواع الـ القدرة الإدارية، وده مهم جدا مش في الووتر بولو بس، في كل الالعاب، انها لو ما كانش في اداريا الموضوع متظبط بشكل كويس ده بينعكس سلبيا على الاداره الفنيه وعلى نتائج الفريق كمان بشكل مباشر. هو كابتن هاني كلام حضرتك صح، هو دايما ابدا بيبقى فيه دايما ندره في موضوع الاداره، هو دايما ابدا اي لعيب بيبطل بيتمنى يبقى مدرب وياخد السلك الفني. صحيح. الاداري ده بيبقى شغلانه صعبه وزي ما بيقولوا كده ورا الكاميرا يعني، بس هو يعني انا دايما ابدا بقول لهم المقوله اللي انا اتربيتها ويمكن كنت بسمعها من كابتن صالح، اداره قويه وفريق ضعيف تكسب، اداره ضعيفه وفريق قوي تخسر. فدايما ابدا الاداره هي العامل الاساسي والرئيسي في تكوين ونجاح اي فرقه. صحيح صحيح، ده عامل مهم جدا مش على مستوى كمان الووتر بولو، اعتقد على كل مستويات الاداره في كل حته، طالما الاداره قويه وقادره تسيطر بشكل كويس وعندها فيجن وعندها رؤيه، ده بينعكس على الاداره الفنيه وبينعكس كمان على النتائج والبطولات، وده اللي شفناه كمان. يعني عمرو اتكلم على سنين لعبه هو في يعني داخل الميه، مش داخل الملعب، داخل الميه، بطولات كتيره جدا، هو شاف ده ان حضرتك كمان كان ليك تاثير ايجابي، ان الاداره كان ليها دور اكتر من رائع في حصد هذه البطولات. يعني كابتن هاني انت كمان اتربيت في المانيا وشفت، يعني اتربيت في مصر وعشت في المانيا. سوري. يعني صحيح طبعا في المانيا طبعا، وشفت قد ايه ان الاحتراف والاداره والانتظام هو اللي بيوصل لعيب لاعلى المستوى، ويمكن حضرتك اللي شفته ده خلاه عندك افضليه واولويه في تنظيم الفرق والتنظيم ده. صحيح. احنا بنحاول يعني المسيره دي تكملها في النادي الاهلي، احنا ربنا عليها في النادي الاهلي. كابتن وائل ما في، اتفضل كمل. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. ما فيش ناس كتيره قوي يعني مهتمه بفكره كره الميه، يعني عشان برضو نبقى صراحه مش زي كره القدم برضو في النهايه. لكن كلمني عن المنافسه بقى في كره الميه، مين اقرب المنافسين؟ مين اللي بينافس النادي الاهلي حاليا؟ هو حضرتك احنا في القطاع الناشئين احنا ونادي هليوبس، يعني هو النادي هليوبس بالنسبه لهم دي لعبه الشعبيه الاولى. تمام. وعندهم فرق قويه واحنا الحمد لله بننافسهم، بنكسب بطوله، هم بيكسبوا بطوله في قطاع ناشئين. في القطاع العمومي او الدرجه الاولى في احنا والجزيره وهليوبس، وبتتارجح البطولات بيننا احنا الثلاثه. يعني مره احنا خدنا السنه دي الكاس، الجزيره خدت الدوري. السنه اللي فاتت نفس القصه. فاحنا دايما ابدا وهليوبس بينافسنا. فاحنا الموضوع فيه منافسه قويه جدا بيننا احنا ثلاث فرق في القطاع العمومي او الدرجه الاولى، وقطاع الناشئين احنا وهليوبس نتنافس على جميع البطولات. تمام حلو. تمام. نقطه ثانيه احب، هو في عمرو في محترفين في الفرقه، يعني في ممكن تجيبوا لعيب محترف في دوله متقدمه يكون موجود مع الفريق يساعد الفريق او يعمل فاليو للفرقه، هل ده موجود؟ ده حقيقي فعلا حصل في ثلاث مواسم، وفي عهد كابتن وائل كان اول مره يدخل محترفين في النادي الاهلي. هليوبلس والجزيره على طول كان عندهم محترفين، وده اللي زود من خبراتهم كتير جدا. احنا الخطوه دي خدناها متاخر عنهم شويه، ولكن الحمد لله كنا بننتقي محترفين من صربيا ومن المجر بعد دراسه سيفيهات كتير، كاتيجري ايه على طول. وكابتن وائل الصراحه بمسانده النشاط الرياضي ومجلس الاداره ما كانوش بيدخروا اي جهد ان هم يوفروا لنا افضل المحترفين.
ونقلوا مستوى الاداره كتير جداً. يعني في اعتقد صربي او مدير فني، المدير الفني موجود عندنا صربي، بقى لنا برده دي خامس موسم توافد المدربين المجر والصرب تحديدا، هم دول افضل دولتين، افضل مدارس، افضل مدارس. اوكي. كان عندنا مدير قطاع ناشئين صربي، وبعدين جبنا مستشار فني لقطاع كره الميه مجري، ده كان مدرب المنتخب في وقت من الاوقات. وبعدين رجعنا تاني جبنا مدير قطاع ناشئين صربي، والمدير الفني الصربي اللي موجود عندنا دلوقتي ديان، ده مسؤول عن الدرجه الاولى وعن وعن يعني استراتيجيه كره الميه في النادي الاهلي لغايه الاكاديميات. حلو. ده ثالث موسم دلوقتي، ويعني الحمد لله كله بيتعلم منه يعني. المنافسه السنه الجايه يا كابتن وائل هتكون شكلها عامل ازاي؟ والله يا فندم هي هتبقى برضو احنا نفسها في الدرجه الاولى ولا في القطاع الاخير؟ هو لا، الفريق الاول، انا اقصد الفريق الاول طبعا. الفريق الاول ان شاء الله في الثلاثه هيبقى بيننا احنا والجديره والجفتس، ونتمنى ان احنا نحصل على الدوري والكاس. وفي قطاع الناشئين طبعا كابتن وليد عزت عامل مجهود كبير قوي، وفي استراتيجيه جميله معموله بين الكابتن ديان اللي هو مدير فني وكابتن وليد، وان شاء الله هتنتج عنها نتائج متميزه ونتائج تشرف النادي الاهلي. ده مهم كمان، عايز اربط اداره او مجلس اداره النادي الاهلي زي ما مهتم بالكوره كمان. انا شايف نفس السيستم بيطبق في الووتر بولو، ان حتى على مستوى كره القدم قطاع الناشئين عندنا مدرب تشيكي، لان المدرسه التشيكيه في تاهيل الناشئين مستواها عالي جدا، وبالتالي كمان قطاع الناشئين انا شايف من كلام حضرتك انه مهم جدا جدا انك تطلع مواهب وتجيب مواهب كتيره جدا من جوه النادي الاهلي، من اولاد النادي الاهلي، عشان يمثلوا الفريق الاول يعني. هو كلام حضرتك صح، احنا طبعا على طول في دعم، وعلى طول بيبقى فيه احنا كمان مركزين قوي ان احنا ندعم الفريق بالعناصر الناشئين، عشان ده هو مستقبل النادي، ودايما ابدا هي كده دايره، احنا بنسلم فريق اولاد بيسلموا الفريق الكبير وبتمشي كده. وبالمناسبه كمان انا عايز اتمنى الشفاء لكابتن رؤوف عبد القادر مدير العام للنشاط الرياضي، وربنا يقوم بالسلامه، لان هو بيمر بعزب وعكه صحيه كده، وان شاء الله ربنا يقوم. لا، الف سلامه عليه، الف سلامه عليه، يقوم بالف سلامه. يعني احنا طبعا سعداء بالمداخله دي يا كابتن، ويعني بنشكرك على وجودك معانا هنا في البيت الكبير، وكابتن عمرو كمان انا عارف انه انت عزيز عليه جدا، وان شاء الله كل التوفيق لحضرتك والاداره السليمه، ونشوف كمان ان شاء الله بطولات مستمره سواء على القطاع الناشئين او حتى الفريق الاول. ساره معلش يعني كنت ساكته كتير يا حبيبتي، انا اسفين. كنت بتكملي الحكايه بتاعت غاده. غاده قلنا كانت بتتجوز في شهر واحد تقريبا، وبعدين جه الموسم خالص بالظبط، هو الموسم خالص شهر 4، وقررت ان هي تعتزل، تجيب بيبي، وبعدين تبقى تشوف بعد كده الدنيا هتمشي ازاي. يعني اللي فاهمه منك ان هي انت السبب يعني تراجع فكرتها عن الاعتزال. هو مش انا لوحدي والله، هو يعني احنا احتاجناها جدا الموسم دوت، واحنا وكابتن يحيى كمان كلمها عشان ترجع، لانها كانت عضو مؤثر جدا في الفرقه بصراحه، وكانت احد الخبرات اللي لما اعتزلت اثرت فينا جامد فعلا. تقيله يعني. كانت يعني تعتبر من احسن الاجوان الموجوده في مصر يعني، فكانت رجوعها يعني ده دفع علينا اكتر ان احنا كمان نقدر نجيب البطولات كلها. فاحنا قعدنا اتكلمنا معاها، بابا اتكلم معاها، وحاولنا برضو احمد بصراحه كمان الفتره دي تقنعوها يعني. ما هي احنا كلمناها من اول ما هي بدات قررت الاعتزال، وقعدنا بقى موسم كامل احنا بنتكلمها اللي هو هترجعي امتى. حتى الفرقه كمان فضلت مثلا وهي حامل فتره الحمل دي كلها كانوا بيتكلموها اللي هو يلا ارجعي يلا. استعدي استعدي ان انت هتخلفي وتنزلي اللي على طول يعني. اكيد كابتن عمرو طبعا كان بيقول لها لازم ترجعي، لازم ترجعي يا غاده. عشان عايزه مرانا مساله الاعلى مساله يعني، لازم تستمر في ملاعب امتداد ليك يعني اكيد بشكل كبير. حبيبي يا كابتن. لا نورت. بص يا عمرو، يعني دايما لعيب الكوره بيجي عند وقت معين يقول لك انا خلاص مش قادر وبطلت، او بيكون في ضغوط من مدير فني او الناس شايفه ان هو لا ده لازم يبطل. الووتر بولو ليها سن معينه، ان وخاصه حراسه المرمى بشكل خاص، انت حسيت ان لا خلاص اتس اوفر يعني، خلاص انا مش هقدر، ولا كان اعتزالك جه بأنهي شكل؟ والله بص يا كابتن هاني، انا اعتزلت 2012، انا كان عندي لسه يعني مساحه اني ادي في الملعب 3 4 سنين كمان، ولكن التوقيت ده كان فيه اكتر من عامل يعني اتحكم في قراري ده. اول حاجه وقت الثوره،
ده كان وقت الثوره. الدنيا كانت صعبه جدا، صعبه جدا، والصوره ضبابيه جدا، انت مش عارف هترجع امتى، يعني الرياضه هترجع مش هترجع. تاني حاجه المنتخب الاول ما كانش فيه بطولات او تمثيل دولي لي، مسابقات دوليه ما كانش موجود. ما كانش فيه. فتالت حاجه انا كنت بحضر ماجستير في الاداره الرياضيه، وكان لازم اناقش، كان لازم اناقش يا يعني اما الاربع سنين او الخمس سنين اللي درستهم دول كان لم يكن. فساعتها كان كابتن وليد عزت موجود، وكمان كنا سافرنا بطوله عربيه في الكويت، وحصل مشكله، كنا احنا ونادي هليوبلس، وحصل مشكله معانا من فرقه هناك. اوكي. فالنادي ساعتها خد قرار مجلس اداره ما فيش اشتراك في بطولات عربيه تاني. فانت دلوقتي بقيت انت تلعب دوري وكاس اللي هو انت لعبتهم كتير قوي، لعبتهم كتير قوي، مش عارف هتلعب تاني امتى، هتلعب تاني امتى بالظبط. وفي نفس الوقت الحته الثانيه، طب انا الماجستير ايه، هعمل ايه؟ كان قرار صعب برضه الموضوع. فخدت القرار، وكان ساعتها كابتن رؤوف عبد القادر ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله، كان لسه متولي النشاط الرياضي. قعدنا معاه وقال لي انت هتبطل ودي مش هنساها له يعني، وكان كابتن وليد معايا وكابتن سيد صادق الله يرحمه، قال لي انت هتبطل بنهايه الموسم، انت هتبقى موجود معانا في الجهاز في الاداره، فلازم تاخد تحسم قرارك. فكان قرار ده صعب ساعدك جدا عليا، ده ساعدك شويه في انك طبعا انك هتكون متواجد كمان في الاداره. الموضوع اكيد حضرتك حسيته، انت لما بتلعب ومره واحده اللي هو انت مش هتروح التمرين، صح، انت حياتك كلها تتغير. طب ايه؟ فده ساعدني كتير جدا، حتى الفتره البينيه اللي هي ما بين نهايه الموسم ولغايه لما ابتدينا الموسم كنت على طول مع الفرقه، كسبوا كاس مصر ساعتها كنت على طول موجود معاهم، وبعد الموسم على طول الحمد لله يعني كملت معاهم بشكل تاني. اعتقد خدت القرار الصح يعني، انا في اعتقاد الشخصي الحمد لله انا لو رجع بيا الوقت كنت هاخد نفس القرار في التوقيت كمان. ده يعني الجون اللي كان تحتيه اللي هو الجون الاول دلوقتي، كان الفرق بيني وبينه 14 سنه، يا ده كان سنه يعني كان سنه صغير يعني. فالفرق كبير جدا، فاللي هو لازم الناس ديت تاخد وقتها وتاخد فرصتها زي ما احنا خدنا وقتنا وفرصتها. ربنا يوفقك في العمل الاداري، ربنا يوفقك يا ساره، شرفتينا. وان شاء الله يعني بنتمنى لكم التوفيق على مستوى حياتكم الشخصيه وايضا العمليه. شكرا جزيلا. شكرا لك يا كابتن عمرو، شكرا كابتن ساره، نورتونا في البيت الكبير. شكرا جزيلا، التوفيق لكم ان شاء الله باذن الله. دي طبعا نهايه فقرتنا الثانيه، عندنا ان شاء الله الفقره الاخيره مع الكابتن الكبير عادل عبد الرحمن والكابتن اسامه عربي. رجعنا مع حضراتكم في الفقرة الحوارية الثالثة هنا في البيت الكبير مع اثنين من نجوم النادي الأهلي ونجوم الكرة المصرية. هنتكلم معهم أكيد على ملف منتخبنا الوطني، إن شاء الله عندنا مباراة مهمة جدا، وكمان على مستوى المنتخب الأولمبي واستعداده لمباراة البرازيل بعد التعادل السلبي مع منتخب كوريا. معنا ومع حضراتكم الكابتن الكبير الكابتن أسامة عربي. أهلا بك كابتن. أهلا وسهلا بك، منورنا في البيت الكبير. أهلا وسهلا بكم كابتن عادل. كابتن هاني اهلا بيك. اهلا بيك كابتن اسامه حبيبنا، ربنا يخليك. طيب قبل ما نبدا، معانا على التليفون طبعا الكابتن ايهاب الخطيب رئيس قناه النادي الاهلي على التليفون، بنقول لك الف الف مبروك. احنا قلنا في مفاجاه هنا في البيت الكبير ان قناه النادي الاهلي بتفوز بجائزه افضل قناه رياضيه على مستوى الفضائيات العربيه. ده النهارده كان موجود تكريم مهرجان الفضائيات العربية وفوز قناة النادي الأهلي بأفضل قناة رياضية عربية. بنقول جماهير النادي الأهلي كلها ألف مبروك، وخاصة طبعا إيهاب الخطيب المسؤول عن القناة ورئيس القناة وكل واحد اشتغل في هذه المنظومة الكبيرة جدا جدا. قناة النادي الأهلي بتفوز بجائزة كبيرة جدا، بنقول لإيهاب الخطيب ألف مبروك يا إيهاب، وإن شاء الله في تقدم مستمر. تنهاني تحياتي لحضرتك وتحياتي كابتن اسامة عراض، كابتن عادل، حياتي لكل جماهير النادي الاهلي. مبروك علينا كلنا، مبروك على منظومة الاهلي، مبروك على منظومة قناة الاهلي، مبروك على منظومة شركة لايف اللي بتدير قناة الاهلي، الشركة الكبيرة العملاقة، الشركة الوطنية الكبيرة اللي عاملة مجهود كبير جدا جدا جدا،
والحقيقه الجائزه دي جائزه جماعيه زي جائزه الفريق الجماعي، لان كلنا في شركه لايف بنتعامل بشكل جماعي، وده نتيجه العمل الجماعي. مفيش حد بنخص بيه الجائزه دي مخصوص، لكن هي الجائزه دي تعبنا كلنا وشقانا كلنا ومجهودنا كلنا. والجائزه دي يمكن اول مره قناه رياضيه تدخل تاخد الارقام الكبيره جدا، الاستفتاء كان قوي جدا على مستوى الوطن العربي. مهرجان الفضائيات العربيه النهارده كان بيكرم يعني نجوم كبيره جدا جدا في مجال الفضائيات والرياضه والفضائيات، وبالتالي لما تكون قناه النادي الاهلي الافضل عربيا ده لقب كبير جدا ومسؤوليه كبيره بنحطها على عاتقنا في المرحله المقبله. لسه بنقول اللي قناه الاهلي فيه وده من شركه لايف، لسه في امور كثيره جدا بفضل الله في المرحله الجايه. لازم نوجه الشكر لادارتنا العليا في شركه لايف، طبعا بخص كمان الاستاذ محمد كامل والاستاذ محمود عدلي. النهارده الاستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركه لايف هو اللي استلم الجائزه نيابه عننا كلنا وعن شركه لايف. مبروك لكل مشاهدي قناه الاهلي، مبروك للعاملين في قناه الاهلي، مبروك علينا كلنا صفحه ومن اول السطر، وان شاء الله في انتظار اعمال اخرى وجوائز اخرى. مبروك علينا كلنا يا كابتن. ألف مبروك. وزي ما أنت قلت يا إيهاب، يمكن ده مجهود كبير جدا جدا، يعني من أكبر واحد في القناة لأصغر واحد، كله بيشوف شغله بشكل احترافي جدا، خلى الصورة متكاملة في شهور قليلة جدا بعد تطوير قناة النادي الأهلي. القناة اللي فازت النهاردة بجائزة وكان فيها الفوتنج على مستوى الجماهير كمان، وحصلت أعلى معدل من الأصوات. بنقول لك مبروك، بنقول للإدارة مبروك، وبنقول لجماهير النادي ألف مبروك. وجماهير النادي الأهلي كمان مستنية مزيد من البرامج ومزيد من التقدم، وإن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن الظن دايما يا إيهاب. إن شاء الله إن شاء الله يا كابتن. واللي جاي فيه مفاجآت كتيرة جدا لجماهير النادي الأهلي الفترة اللي جاية، في برامج جديدة وفي شغل كتير جدا. إن شاء الله شركة لايف حاطة خريطة طموحة جدا في المرحلة الجاية، إن شاء الله تمتع كل جماهير مصر وجماهير النادي الأهلي. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للاداره، وكل التوفيق ليك يا ايهاب، وكل التوفيق لكل من يعمل هنا في قناه النادي الاهلي. وباعتراف شخصي انا شايف كل الامور حتى من اصغر واحد لاكبر واحد كله بيتفانى في العمل لتقديم افضل صوره اعلاميه تليق باسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي الكبير وبجماهير مصر كلها بغض النظر عن الانتماءات، لكن بنقدم صوره جيده للاعلام المصري. وان شاء الله المزيد والمفاجات والبرامج الجديده ان شاء الله. برضه يا كابتن طبعا فضل. نشكر اداره النادي الاهلي اللي دايما توفر لنا الشغل الجامد جوه النادي وشغل الفرقه وشغل الفريق اكيد، ونجوم النادي الاهلي الكبار اللي بيظهروا على شاشه قناه الاهلي اللي طبعا بيخلونا دايما رقم واحد، لان دايما الاهلي رقم واحد، قناه الاهلي رقم واحد، وبفضل ربنا اللي جاي افضل ان شاء الله. واشكرك كابتن ان شاء الله. شكرا ليك ايهاب الخطيب رئيس قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا والف مبروك. كابتن اسامه، كابتن عادل، طبعا يعني جائزه مهمه جدا في وقت صغير جدا. قناه النادي الاهلي بتحقق نجاحات كبيره جدا على المستوى العربي بشكل كبير جدا، ونزداد فخر ان احنا منتمين لكيان كبير زي النادي الاهلي. ما فيش شك في كده طبعا، اي جائزه للقناه جائزه لكل عشاق النادي الاهلي. طبعا بدايه من مجلس إدارة لكل العاملين في القناة، شركة لايف طبعا، شركة لايف طبعا، أستاذ إيهاب رئيس القناة والعاملين في القناة وكل المنظومة كلها، وأولنا طبعا جماهيرنا بتفرح بالحاجات دي. أي إنجاز للنادي الأهلي سواء على المستوى الفني، المستوى الإعلامي، أي مستوى بيسعد الجماهير. والحمد لله حصل تطوير كتير، والحمد لله مبروك للجائزه ديت، وان شاء الله اللي جاي احسن كمان. ان شاء الله باذن الله. هفتح ملفات طبعا، ملفات منتخبنا القومي كابتن عادل. ان شاء الله مباراه بكره مباراه مهمه جدا. قبل ما نروح لمباراه بكره، عايز اخد رايك وراي الكابتن اسامه في انطباعاتك عن المباراه الاولى امام منتخب قطر. طيب خليني عشان انا ما باركتش للقناه يعني وللقائمين عليها واللي ورا الاستوديوهات الكاميرات والناس اللي هي بتتعب قوي، اللي دائما هم الفرسان اللي مش مرئيين يعني. احنا بنشكرهم لانهم ناس على مستوى عالي قوي، النقل بتاعهم والشكل الديكورات والحاجات دي، وشركه لايف والاستاذ محمد كامل والاستاذ محمود عادل اللي بيتعب كتير قوي اكيد، ويعني
بتهيألي انا بشوفه في القناه قاعد شخصيه محترمه جدا شخصيه ويعني وخلاص يعني محترفين قوي 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 وكابتن عامر الخطيب والناس وكل القائمين ولكن انا بخص لان دائما حتى احنا في كره القدم اهم ناس اللي هم عمال الملعب صحيح فاحنا الناس اللي هنا من اول العمال بره الى الاساس المصورين والناس المخرجين كلهم بينقلوا صوره جيده قوي وصوره فيها احترافيه وشكل الاستوديو هايل استوديوهات كتير فريق قوي. الاعداد في كل القناه على جميع مستوى البرامج يعني فريق اعداد على اعلى مستوى على بيقدم أعلى مستوى. بيقدم محتوى اكتر من رائع الحاجه الثانيه يا كابتن ان انا رحت استوديوهات كتير قوي بره في العالم يمكن كتير جدا ممكن تلفزيونات كتيره قوي فخر جدا الاستوديو بتاع قناه النادي الاهلي يريق فعلا بنادي بقيمه النادي الاهلي صحيح. وان شاء الله ما النادي الاهلي دايما بنقول لهم يعني ما لما بناخد بطوله بيطلبوا منا الثانيه والثالثه فانتوا الجمهور عايزكم تبقوا على طول الافضل والاحسن وبيحط مسؤوليه والأحسن. اكبر طبعا وبيحط عليكم مسؤوليه كبيره وانتوا قد وان شاء الله تبقى حاجه كويسه اما بالنسبه لحته المباراه بقى اللي احنا في صدد بنتكلم عليها يمكن انا السنه اللي هي البعد عن المباريات والتجمعات بتاعه المنتخب هي اللي عملت الاداء ده ولكن برضو بغض النظر عن اي حاجه خلينا نبقى فير ونتكلم احنا بنساند منتخبنا بكل قلبنا ولكن في حاجه مهمه عايز اقولها لك يمكن كل اللعيبه اللي لعبوا في المباراه اللي هي اللي فاتت ما عدا بس ابو الفتوح كلهم لعيبه الاهلي ولعيبه بيراميدز ولعيبه الزمالك اللي هم وصلوا قبل نهائي افريقيا لعبوا دوري كامل اشتغلوا مباريات قويه جدا مع الرجاء بالنسبه للعيبه الزمالك ومع الوداد بالنسبه للعيبه الاهلي فاخر تحضيرات اليوم انا بعتبرها ان هي التحضيرات هي كان باقي بس اللي هو الانسجام والتجانس بتاع اللعيبه والحاجات دي لكن انا شفت ان في بطء شويه والبطء مش مطمن بالنسبه للمباريات الافريقيه يعني انت رايح تلعبهم بكره تلعب توجو بكره في الوقت ده لو انت قابلتهم بنفس البطء اللي احنا قابلناه هنا في مصر ممكن ما تبقاش النتيجة كويسة لكن بغض النظر في الوقت ده انت محتاج نتيجة بالأداء أدائك ما كانش جيد أنا لازم نعترف ما نقدرش نقول ان احنا أدائنا كان كويس ولكن الأهم ان انت خدت الثلاث نقاط أما حتة الأداء ان شاء الله في الأيام الجاية نتكلم عليها بس أتمنى ودي ببقى سعيد جدا يا كابتن هاني وكابتن أسامة موجود ان الفرقة لما ما بتكونش بتأدي كويس لكن لما تكسب بيبقى هدف حلو بمعنى انك انت ممكن ادائك ما يكونش جيد والنتيجه تبقى مكسب بعد كده ادائك يتعدل هترجع للبناط اللي انت خدتها لكن لما يكون ادائك مش كويس والمباراه وتفقد نقاط كمان بتبقى الرجوع اصعب الرجوع اصعب فاحنا خطينا نص الطريق اللي هو الاولاني اللي هو احنا كسبنا واحنا الاول على مجموعتنا ولكن في نفس الوقت اتمنى انه يبقى في سنه كده ما بين الكابتن حسام وما بين لعيبته ان يبقى في شويه ثقه شويه بينهم يعني يديهم شويه ثقه دي الحاجه اللي انا شايفها بس ان هو يديهم ثقه شويه كده بوش بشوش شويه معاهم هتلاقي الامور احسن. كابتن اسامه شفت المباراه ازاي؟ الاول طبعا مبروك للمنتخب مصر والجماهير مصر ومبروك للكابتن حسام والجهاز وكل اللي اشتغلوا في المنظومه يعني ثلاث نقط مهمين جدا لكن قبل ما اتكلم على اداء الفرقه لازم فعلا المقدمات يمكن عادل اتكلم في جزء منها مفيش شك انه ظروف المنتخب في الفتره اللي هي فتره كورونا وقعدت لعيبه كتير جدا او معظم اللعيبه كانت قاعده تقريبا بغير تدريبات فترات طويله صحيح الوضع اتعدل بعد رجوع الدوري العام والبطولات اللي اشتركنا فيها أهلي وزمالك وبيراميدز ودولت قوام المنتخب يعني قوام المنتخب تقريبا محترفين 3-4 أهلي زمالك بيراميدز وأبو الفتوح طبعا سموحة لكن أنا أقصد يعني حاجات بسيطة يعني لكن المعظم هو ده القوام وده المنطقي
يعني حتى لما نتكلم على الاختيارات اذا جه مجال، بس لما نتكلم الاول على الاداء اللي حصل في الماتش تقريبا بنسبه 95% هو ده الشكل العام للاعيبه اللي المفروض تبقى موجوده جوه المنتخب، باستثناء يعني ممكن نختلف في عنصرين ثلاثه كل واحد هيبقى حسب وجهه نظره ان ممكن حد ينضم او حد يعني ما فيش اختيارات يعني فيها في جزئيتين بس يعني ماشي. حتى لو ناخدها سريعا كابتن اسامه اختيارات يعني اعتقد كان في شويه جدل على اسمين ثلاثه يعني دلوقتي محمد هاني مش موجود طب هو كان البديل الانسب كان يبقى احمد توفيق لان احمد توفيق اصلا بيلعب في وسط ملعب او كان المفروض يكون احمد فتحي موجود على اساس بيبقى عندك اثنين باك يمين بقوه كبيره يعني. ما انا قلت لك تقريبا هنتكلم بنسبه مثلا قريب من نسبه تعدي 90% يعني لو اتكلمنا على 23 لاعب ممكن جدا هتلاقينا كلنا متفقين مثلا على 21 لعيب او 22 لعيب مزبوط. هتلاقي في اختلاف بقى ان احمد فتحي فعلا بخبرته الدوليه الكبيره وكونه بيقدر يلعب في اكثر من مركز طبعا اولهم الظهير الايمن اللي هو الاساس بتاعه يعني، لكن حتى لما بيلعب في الظهير الايسر بيعرف يسد وعنده خبرات كبيره، دي طبعا نقطه من النقط اللي برده كان مفروض من وجهة نظر إنه أحمد فتحي يبقى موجود. وأعتقد برضو بس طبعا دي يمكن مش وقتها مع الوقت من وجهة نظر أنا الشخصية إنه واحد زي مثلا عبد الله جمعة ممكن يبقى موجود برضو في الجبهة الشمال، يعني مش شايف فيه يعني اختلافات كبيره قوي، معظم بتوع نص الملعب هم معظم الفراوده والاجناب يعني بنسبه كبيره يعني طبعا. حاجه بسيطه اللي ممكن تبقى ما فيهاش غير علامتين سهل بس لا وخلينا يا كابتن اسامه نتكلم الاختيار في وقت زي ده بيبقى اختيار جهازيه، بمعنى انت ممكن يكون في عندك لعيب كويس قوي ومش جاهز، بمعنى ان انت فضلت انك تاخد لعيبه الاهلي اللي لعبوا مباريات افريقيا وفضلت انك تاخد لعيبه الزمالك اللي لعبوا مباريات افريقيا وبيراميدز برضو، لكن في الوقت نفسه يعني في علامه استفهام على احمد فتحي يعني انا لو جيت لجاهزيه كمان يا كابتن عادل لو جاهزيه لا انت تاخد كهربا بدل رمضان صبح قولا واحدا لو جاهزيه بنتكلم جاهزيه بس لا. دي ممكن بس لما عادل يتكلم فيها يعني دي وجهه نظري طبعا. يعني انا عايز اقول لك يا كابتن هاني اهم ما في الموضوع احمد فتحي، ده من وجهه نظري. ليه احمد فتحي؟ انت بتتكلم على ظهير ايمن واحد في المنتخب اللي هو محمد هاني، اكيد في الوقت ده انا بتكلم على تشكيلته يعني اكيد في الوقت ده انت في كورونا، انت في مباريات مضغوطه، مباريات جايه من بعد توقف كبير، فيبقى في جهد، هيبقى في اصابه، فكنت لازم تعمل حسابك على كده. فالعلامه الاستفهام الوحيده من وجهه نظري احمد فتحي. اما الاختيارات انا دائما بحب يعني ما بحبش اتكلم على اختيارات مدرب لانه هو اللي شايف استراتيجيته هو اللي بيعمل، وعشان بس الساده المشاهدين يبقوا يعني نبذه كده عن كيفيه اختيار المنتخب والنادي او الفرق ما بين المنتخب والنادي. الفرق ما بين النادي انك انت بتبقى مجبر على قائمه، لكن المنتخب انت عندك البلد كلها، عندك اللعيبه كلها، عندك ممكن تاخد لغايه الدرجه العشرة من عندك في بلدك، فانت عندك وفره، فانت بتعمل طريقه اللعب بتاعتك وبتاخد اللعيبه. لكن انا شايف ان في الوقت ده موضوع احمد فتحي، انا يمكن في خلفيات عن الموضوع ده ان هي داخل في حاجات اخرى، لكن احمد فتحي في احسن وازهى وقت ليه في الكوره اللي هي في نهايته، نهايه يعني بتكلم على الكوره اخر سنه سنتين احمد فتحي دي، فما فيش مانع ان انا استفاد منه اقصى استفاده ممكنه كان في وقت زي ده. وبعدين لما محمد هاني اتعور ما فيش مانع انك تجيب احمد فتحي تاني. انت بتتكلم على الانسجام، ما فيش حاجه اسمها انسجام دلوقتي، ده احمد فتحي لعب معاهم طبعا كان طولت انه هيسافر يعني الموضوع كان ممكن طبعًا. يعني خلاص ودخل بالظبط ازاي ويروح، اصل ده منتخب مصر، هو ده مش نادي، ده منتخب مصر، انا محتاجه اجيبه بكره، اجيبه دلوقتي. ماشي بس سوفي اختيار عادل اختيار من الاول كبير. خالص وبعدين كبير. كابتن حسام قال لك انا بحاول يعني كان ليه وجهه نظر بيقول لك انا بحاول انزل بالاعمار السنيه، فدي وجهه نظر كابتن حسام وانت احترم لان انا كنت طبعا. في يوم من الايام كابتن في نفس الموقف يعني ما كنتش الرجل الاول صحيح. لكن كنت بعرض اسماء والقائمه كان عليها حتى ايام اجيري كان عليها علامات استفهام كبيره جدا ما يقدرش يحللها غير المدير الفني. طب انا عايز اقول لك حاجه كابتن هاني، احنا بنتكلم في مباراه توجو خارج الملعب محتاجه واحد عنده خبره
قوي بيعرف يدافع صح. قولا واحدا صح. انت لما تيجي تعمل احلال وتجديد ما بتعملوش في المحكات اللي هي بتكون انت فيها في خطوره عليك. بمعنى انا لما اجي اعمل الاحلال بعمل بفرد 2 3 مفيش احلال يتعمل ب 7 8 وبعدين تعالى نتكلم احلال اللي احنا بنعمله ده يعني احنا ما بنعملش عادي ما بنقولش ان هو ده بيقول لك انا كابتن اسامه اتفضل انا بس بتكلم في ايه. انا مع هاني في جزئيه انه احيانا المدير الفني بيختار لعيبه بشكل معين بيبقى عنده وجهه نظر واحنا نفسنا لو كل واحد فينا حط قائمه من 24 او 25 لاعب ممكن نختلف في 2 3 لعيبه فده بس مش تختلف على احمد فتحي بس ماشي. مع احمد فتحي دي ممكن تكون قضيه تانية ما وجهه نظر ممكن تكون يعني بره الفنيات يعني ممكن يكون الله اعرف احنا مش هنقدر يعني وارد يعني فموضوع احمد فتحي خلاص دي احنا بنقولها لكن في بقيه القائمه يعني ما فيش علامات استفهام. موضوع كهربا ورمضان انا من وجهه نظري ان كهربا موضوع طبعا اداري مش موضوع إداري مش فني. واضحه يعني لانه حتى كهربا مع كابتن حسام لعب في الماتشين بتوع كينيا وجزر القمر كان اساسي واعتقد ان لولا المشكله دي كان ممكن يبقى موجود. دي يعني ممكن تكون حاجه اداريه. بالنسبه لرمضان احيانا يعني كلنا شغالين مدربين احيانا انت بتختار لعيب ممكن يكون كان مصاب فتره طويله او عنده اي ظروف بعد لاي فتره اي بتاع بس انت من وجهه نظرك ممكن بتبقى محتاجه لوقت معين انت شايف فيه ان ممكن تجهزه ودي عشناها مع كابتن جواري وعشناها مع يعني شفنا كابتن حسن احيانا بيعمل كده ليه الكلام ده لو هي في 5-6 لعيبه تبقى علامه استفهام. لما انا اكون واخد مثلا 23 لاعب وبعدين فيهم مثلا 5-6 مش جاهزين وما بيلعبوش ويعني جزء كبير من القوائم لكن لما انا ببقى ليا رؤيه في واحد او اتنين من ال 23 ان ده مثلا ممكن انا يمكن اقدر اجهزه وادخله بصوره كويسه والدليل على كده من وجهه نظري انا الشخصيه لما نيجي نتكلم في فنيات الجول في الماتش الوقت اللي لعبه رمضان اجاد فيه يعني نقل المنتخب رغم ان هم 10 دقائق او 15 دقيقه بس تحس انه الجبهه دي اتحركت وعمل ضربه جزاء وعمل اكتر من كوره لان احنا كنا شويه المواقف اللي واحد على واحد كنا محتاجين ناس تقدر تعدي دي كانت مفتقده في من اول اللقاء ما كانتش فيها سهوله. الحلول الفرديه كانت تحس انه اللعب من بدايه الماتش تحضير من تحت من السردباكين والنني ولعب عرضي ولعب لتحت وهما بيضغطوا جامد في نص الملعب فما فيش حلول حصلت بسيطه جدا احيانا زيزو احيانا تريزيجيه يمكن تريزيجيه الشوط الثاني اداؤه تحسن عن الشوط الاولاني زيزو العكس زيزو كان افضل بعد كده اداؤه هبط الباكين ما كانوش يعني طبعا برضو احمد ابو الفتوح وهاني بنشكرهم وبنقول لهم يعني كتر خيرهم بالذات الشوط الثاني عملوا جيم دفاع كويس كانوا مقفلين كويس مع الاربعه بعد جبنا الجون لكن الادوار الهجوميه يمكن خبرات الدوليه برضو والوقت واللعب ممكن يجيبهم شويه مع ان اعتقد ان هاني خاصه وابو الفتوح كان اساسي الدور اللي بيقوموا بيه هو المفروض ادوار هجوميه علشان طبعا علشان مصطفى محمد بيقدموا على مصطفى ما طبعا محمد ما انا بقول لك دي عشان يعملوا كورسات لا ما هو دي طبعا انا بقول لك دي عيب انا مش بقول لك انا بقول انه هم في الجزء الامامي ما اشتغلوش كويس يعني كانوا بالذات انت محتاج واحد زي مصطفى محمد محتاج له كور عرضيه ثانيا انت بتلعب بالنني وبعدين عمرو السلاوي وعبد الله سعيد مع احترامنا طبعا الكاميرا الاثنين لعيبه هايلين ولكن ما كانوش موفقين في الماتش ده كانوا فيه متاخرين مش بيكملوا كويس ما فيش كثافه عدديه قدام مع مصطفى ومع فالباكين كان لازم يبقى فيهم متحررين شويه لكن هم فعلا كانوا واقفين انا بتكلم مش بقول ان هم ادوا بشكل رائع ولكن انا بتكلم في الشوط الثاني كانوا يعني منظمين مع الونش وحجازي في الشكل الدفاعي بعد ما جبنا لكن طبعا لازم يبقى ليهم دور هجومي كبير جدا عن كده فانا بس بتكلم في موضوع الاختيارات انا مش مختلف بصوره كبيره قوي صحيح. عن الـ عن اللي تم اختياره يعني مش بصوره واضحه يعني. طبعا يعني انا اول مره اشوف بجد يعني عندنا احنا في مصر بس في المنتخبات الحسابات الاداريه في اختيار اللعيبه مفيش حاجه اسمها كده في كره القدم اختلف
اعمل ما بدالك، لكن المنتخب ما تهوبش جنب اختياراتك. ليه؟ لانك انت لما بتيجي تعاقب لاعب انت بتعاقب شعب مش بتعاقب لاعب. افرض لعيب جامد قوي، افرض مارادونا موجود مثلا اخطا عمل اي حاجه، فلما بتيجي تديله عقوبه ماليه تعمله عقوبه وقف، انت بتوقفه عن البلد. انا مش بتكلم على الحاجات الاخلاقيه، لكن انا بتكلم على المشكله. اي مشكله تحصل ليه انا ابعد لاعب عشان حصل موقف ولا مشكله؟ المشكله دي تعالج بره واللعيب يروح يلعب كره قدم. صحيح. الاتحاد الدولي بيقول ايه؟ متفق معاك. الاتحاد الدولي بيقول ايه؟ لو اختلف لاعب مع نادي اللعيب يبقى في بينهم قضيه واللعيب يروح يلعب. اه طبعا. عقبال لما نحل القضيه ونخلص القضيه يكون اللعيب لعب. فانا بقى اول مره اشوف الحسابات الكتيره قوي، احمد فتحي حسابات، كهربا حسابات. ليه؟ انا مش شايف ان المفترض ان يبقى في حسابات. المفترض اللعيب الكويس اللي يخدم بلدك يلعب، اللعيب الكويس التكتيك علشان الحته اللي الكابتن اسامه اتكلم فيها، الحته الهجوم الاثنين الباكات يعني ابو الفتوح وهاني صغيرين عندهم سرعات مهاريين اقوياء، ولكن هي المشكله مش فيهم، مشكله في التكتيك اللي يطلعهم فوق. يعني احنا دايما بنقول يا كابتن هاني ايه، انت ما هاجمتش النهارده، انت ما هاجمتش، ممكن يكون المدرب مديك مهام دفاعيه اكتر من هجوميه. تمام. الحاجه الثانيه المهمه انك انت ممكن تكون بتوع نص الملعب ما يقولكش كويس وطلعوك في الوقت المناسب انك بصيل، ممكن ما يكونش اتفتح لك الطريق علشان تطلع وتكمل وتروح. لكن في الاخر اللي انا عايز اقوله ايه في حته الاختيارات يا كابتن هاني، لما تيجي تختار لمنتخب مصر اختار افضل ما عندك بغض النظر على النادي وعلى الانتماء. ممكن تاخد كل الفرقه من نادي واحد، ما عنديش مشكله. روسيا 86 لما جم يلعبوا في كاس العالم خدوا فرقه واحده واخدين منهم 18 لاعب عشان هم اللي كانوا جاهزين وهم اللي كانوا شغالين وهم وهم وهم. انا ما يهمنيش اسم النادي، ان شاء الله والله لو خدتهم كلهم من الزمالك، لو خدتهم كلهم من الاهلي، لو خدتهم من كلهم من بيراميدز، خدتهم من اي حد، بس الافضل في الوقت الحالي الافضل اللعيب افضل حاله. لان المنتخب انت مش بتمرن، انت بيجي لك لاعب بتشتغل معاه تكتيكيا، انت مش بتمرنه في الملعب. خلاص مفيش ومعنديش ومعنديش وقت. انا مرن للمنتخبات اللي بتوصل انك انا مرن طبعا مفيش مفيش تمرين. كابتن اسامه بتاخد افضل ما عنده. احنا بنتكلم يا عادل، نرجع تاني للنقطه دي. اتنين لعيبه لما يغيبوا لا لا معلش دي وجهه نظر. ما هي بقى عادل لازم هيحصل في اختلافات. احنا بس بنقول كل واحد لازم هيحصل وجهه نظر يا عادل واختلافات. انا مفيش كوره في العالم ما فيهاش اختلافات وجهات النظر. يعني مش ما تقدرش يعني تقول يعني انا اقدر اقول ايه امتى لما تحس ان مثلا الشعب المصري بيتكلم على 6 7 8 لعيبه المفروض كانوا يتاخدوا ما اتاخدوش، لكن حصل ان ممكن وجهه نظر في لاعب او في لاعب اخر الناس شايفه في 23 25 لاعب اتاخدوا، مش قضيه غير عاديه. انا بتكلم فيها، انت بتتكلم على 99% الناس راضيه عن الاختيارات. بس هي بس هو ده اللي انا بقوله، لكن انا متفق مع عادل في جزئيه انه الاجهز هو اللي لازم يلعب الافضل. وانا اعتقد انه اي حد هيجي للمنتخب المصري اول اختياراته هتبقى من الاربع فرق دول، مش عشان انتقاصا من الفرق، من قصدي من الاربع الكتل دي اللي هي الاهلي الزمالك بيراميدز المحترفين. طيب ما هو تقريبا ده كده اللي بيحصل في الوقت ده. ما انا موافق، انا بتكلم في ايه. طب تعالوا نتناقش برضه الفنيات بس نروح ماشي. نطمن على بعثتنا هناك الاستاذ طبعا جمال محمد علي رئيس بعثتنا هناك في توجو. مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا كابتن هاني، ومساء على كابتن اسامه وكابتن عادل نجوم مصر، وربنا دايما يوفقنا ان شاء الله. اهلا وسهلا بك يا دكتور. توفيق ان شاء الله. توفيق يا دكتور. عايزين نعرف من حضرتك طبعا يعني استعداداتنا ايه والاجواء دلوقتي في معسكرنا استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله. هو كابتن هاني يمكن الاجواء بتاعتنا كان التمرين الرئيسي النهارده كان الساعه 4 بالظبط بتوقيت توجو، 6 بتوقيت مصر اللي هو توقيت المباراه. وفعلا كان اداء التمرين كان على مستوى عالي جدا وشارك فيه جميع اللاعبين، وبرضه كابتن محمد النني شارك في التمرين بالكامل وكان متميز جدا كمان. هو محمد شارك مع اسف لقطع حضرتك، محمد شارك بعد ما كانت يعني ولا هو اتمرن وبعدين بعد التمرين كان اتفضل حضرتك اتمرن. هو اتمرن عادي جدا
واحنا عملنا المسح امبارح بعد وصولنا مباشره للفندق. احنا وصلنا تقريبا على الساعه 8 بالليل عملنا المسح، ولكن للاسف الشديد المسح ما ظهرتش طوال اليوم، رغم ان احنا كنا بنتصل بالسفير هنا الدكتور حسام حسين، اتصل بوزير الصحه وبرئيس اتحاد الكوره، وكنا بنتواصل معاهم بصفه مستمره، وكابتن فضل كلم الاتحاد الافريقي انه المسحات اتاخرت عشان نعرف النتائج عشان ما نفاجئش باي حاجه صحيح. قبل التمرين، ولكن عرفنا بالضبط تقريبا على الساعه 7 بالليل يعني 9 بتوقيت مصر بموضوع محمد النني. مجرد ما عرفنا بيه كان طبعا التمرين كنا خلصنا على الساعه 5:30 التمرين، هو موجود في اوضه لوحده زي كل اللعيبه، يعني كل اللعيبه كل لاعب مقيم في اوضه لوحده، فكابتن محمد بدا الدكتور محمد ابو العلا ياخد كل الاجراءات الاحتياطيه للمحافظه على سلامه البعثه، وده اهم حاجه بالنسبه لنا ان شاء الله يعني. واللعيبة الساعة 7:30 بالظبط كان فيه العشاء، وكان فيه بعدها محاضرة الساعة 8:15 كده بالظبط مع كابتن حسام والجهاز الفني. اللعيبة طبعا متحملة المسؤولية، حضرتكم نجوم ومثلتوا مصر كتير، لا هم متحملين المسؤولية، ويمكن عايز اقول لحضرتك كمان كابتن محمد صلاح عدد كبير من اللعيبة اتصل عليهم يطمئن عليهم، واتصل ليحفزهم ان شاء الله للمكتب بتاع بكرة، هم متواصلين معاه، يعني في روح قوميه وروح وطنيه وانتماء عالي جدا من كل الافراد الموجودين، والكل متماسك ان شاء الله ربنا يكرمنا طبعا. لكن حضرتك عارف بيتاثر طبعا نفسيا غياب كابتن محمد صلاح وغياب كابتن النني، اكيد اكيد، حتى لو كانوا غايبين، يمكن انا سامح حضرتك، حتى لو كانوا غايبين بسبب اصابه عاديه او غايبين بسبب اي شيء اخر برضه كانت هيأثر نفسيا، فما بال حضرتك لما بيغيبوا بسبب مرض من المرض اللعين، فطبعا اثر نفسيا، ولكن كانت في جلسات مكثفه نفسيا مع اللاعبين، وهم فعلا على قد المسؤوليه، والموجودين ان شاء الله هيكونوا يعني في اجراءات خاصه للاجراءات خاصه للنني. طبعا تم عزله بشكل طبعا شكل منفرد بشكل كبير جدا، في اجراءات خاصه بالنسبه لسفره، بالنسبه ل بعد المباراة السفر هيكون ازاي، هيرجع تاني مع البعثة، ولا في اجراءات خاصة للنني بعد اصابته بكورونا؟ فعلا كابتن هاني، الدكتور محمد ابو العيلة على طول مجرد العلم كابتن نني تواجد في اوضته، وبدا فعلا ياخد الحاجات اللي هي مخصصة لفيروس كورونا، وفي نفس الوقت بدانا ناخد الاجراءات اللي هي خاصة بسفره معانا ان شاء الله على الطيارة، بيرتدي ملابس معينة في مكان معين، ويمكن حتى الكابتن محمد فضل وانا لسه مكلمين الدكتور محمد سلطان في القاهره، انا لسه قاعد مع الدكتور محمد سلطان، حتى الاجراءات الخاصه بمجرد وصولنا هيتم عمل مسحه لجميع افراد البعثه، كل البعثه اللي موجوده هتعمل مسحه ان شاء الله في المطار مباشره عشان نطمئن على حاله كل اعضاء البعثه، وبرضه هيتم الدكتور محمد سلطان بيرتب برضه عملية نقل الكابتن محمد النني من المطار لمقر إقامته، يعني كل الإجراءات الحمد لله احنا متواصلين معاها، وتم التواصل برضه حتى مع نادي الأرسنال من خلال الكابتن فضل وكابتن الأستاذ عمرو الجنايني، يعني احنا كل الإجراءات الفنية الكابتن حسام مركز فيها، واحنا بنتواصل في الإجراءات الثانية مع الأجهزة الطبية المتخصصة. أكيد عايزين نعرف برضو من حضرتك الأجواء، لأن كان معانا سيادة السفير يمكن امبارح هنا في البيت الكبير، وكان بيتكلم على الأجواء بالنسبة للمطر، هل في أمطار، هل الجو العام مهيأ إن شاء الله لإقامة المباراة بشكل جيد؟ خط قطع. طب نحاول نجيب دكتور جمال محمد علي، لأن مهم جدا كمان، يعني إحنا بنتكلم على النني ومعرفة النني إنه أصيب بفيروس كورونا بعد انتهاء التدريب بتعمل قلق شويه يا كابتن اسامه، يعني على المستوى الفني حضراتكم تقولوا لنا الحلول، لكن كمان على مستوى التوتر بالنسبه للفرقه يعني. طبعا ما فيش شك، اي لعيب مهم، واحنا كنا لسه بنتكلم اهميه مثلا واحد زي احمد فتحي انه بيبقى غايب، او محمد صلاح في الماتش اللي فات، اللعيبه اللي هي ليها تقل وخبره بتاثر. انني يمكن مع احترامنا الكامل ليه، اداؤه في الفترات كتيرة مع المنتخب المصري ما كانتش مقنعة لما كان بيجي المنتخب هنا في مصر، لكن الفترة الأخيرة لما ابتدى يلعب في الأرسنال الأداء ابتدى فيه تحسن، وامبارح
بقول مش هو مش من يعني مش احسن واحد. انا بالنسبه لي حجازي والونش كانوا افضل اثنين يعني، لكن هو كان برضو من الناس اللي ادوا دورهم يعني. ما تقدرش من الماتشات اللي الى حد كبير بالنسبه لي ادى فيها بشكل كويس غير ماتشات تانية كتيره يعني، لانه النني مفروض بيلعب في الدوري الانجليزي ونادي كبير، يبقى اداؤه طبعا كان افضل من اللي كان بيقدمه يعني. لكن هو دلوقتي موجود من العناصر الخبره اللي موجوده في المنتخب، اكيد غيابه يؤثر، ولكن الحلول موجوده، ودي برضو ميزه ان المركز ده ابتدى يتواجد فيه لعيبه كويسين في مصر. صحيح. يعني الماتش اللي فات طارق حامد ما لعبش، لعب السوليه والنني. الماتش السوليه عنده انذارين، طارق حامد راجع، اعتقد انه حمدي فتحي هو اللي هيبقى البديل النني طبعا، بديل النني، وهتبقى كويسه جدا يعني. حمدي فتحي وطارق اساسي يعني، هو طبيعي انه اساسي، وحمدي كان الكابتن حسام بيبتدي يلعبه، ولكن اصابته اتعطل لما عمل العمليه، كان بادئ في المنتخب بشكل كويس في ماتشات الوديه، وكان جايب جون جميل في اعتقد في مباراه من المباريات يعني، كان ابتدى يخش، واداؤه في النادي الاهلي الفتره الاخيره من بعد ما رجع هايل. فانا اعتقد هو ده الحل، هيبقى طارق حامد وحمدي فتحي هم مكان السوليه والنني يعني. كابتن عادل يعني. كابتن اسامه قال نقطه مهمه جدا، ان خلاص في مصر يمكن عندنا بدائل في مراكز كتير، خاصه وسط الملعب. انا عندنا مشكله لغايه دلوقتي في مركز الباك اليمين والباك الشمال. دي حقيقه، ده يعني ده في الكوره في مصر كلها، في كل جميع الانديه، يمكن عندنا عدد قليل قوي من اللاعبين اللي بيجيدوا في المكان ده. ولكن بغض النظر عن اي حاجه، انت تقدر تغير طريقه لعبك يعني. مثلا في ده لغياب النني، بتتكلم على نص الملعب ولا بتتكلم؟ انا لا، انا بتكلم على انك انت لما بيكون عندك نقص في اماكن مثلا، ممكن تغير طريقه لعبك، لانه الطريقه بيعملها اللعيبه وليس المدرب. على امكانيات اللعيبه انت تقدر تعمل طريقتك يا كابتن هاني يعني. في ممكن تكون انت عندك اظهره ما بتعرفش تهاجم كويس، بتدافع بس كويس، يبقى تلعب ثلاثه فلات، تلعب بيه ظهير ايمن. محتاج تمرين عادل، ومحتاجه شويه ماتشات. لا انا يعني بتكلم على لو هتغير إنك... خاصه في طريقه اللعب في فترات صغيره. بقول لك انا مش بتكلم على المنتخب في الوقت ده يعني. انا بكلمك لو عندك ازمه. انت سالتني سؤالك انت، انا بتقول لي في ازمه في حته الباك ليفت والباك رايت في مصر. مش ازمه بقدر منها العدد اللاعيبه قليل، غير خط النص عندنا، خط الامامي عندنا اعداد كبيره. لما خلص بس برضه هكمل في النقطه دي. علشان كده انا بحب اقول ايه يعني، دايما لما تيجي تاخد على طريقه لعبك، بتاخد العدد اللاعيبه الكافي اللي موجود دلوقتي في الوقت الحالي بطريقه لعبك انت. فانا بتكلم مثلا يعني، احنا انت اول مره يبقى عندك 3 4 ديفندرات في مصر، ديفندرات بيدافعوا كويس قوي، متواجدين طارق وعمرو وحمدي فتحي والسوليه، ويعني ناس يعني لاول مره، وفي دونجا كمان صح، وفي دونجا لاعب كويس يعني. انت عندك مش اقل من 5 ديفندرات على اعلى مستوى، اللي طول عمرك ما كانش بيجي الا الديفندر اللي هو الواحد اللي بيجي يلعب طول الوقت في المنتخب. فانت عندك العدد الكبير بتاع نص الملعب عندك. انت دلوقتي انت عايز تعمل ايه في المباراه اللي جايه؟ عشان انا طب قبل ما نروح للمباراه اللي جايه، وكابتن اسامه برضو عايز يعلق على موضوع الباك يمين والباك الشمال، نروح فاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه، وكابتن اسامه كنا بنتكلم قبل الفاصل على، يمكن كابتن عادل قال ان الدوري المصري افرز عدد لا باس به من اللعيبه في وسط الملعب، اللعيبه الديفندر، وكان التعليق ان ما زال هناك بعض المشاكل في توافر عدد يعني مناسب ظهير اليمين والظهير الايسر في مصر، وكانت مراكز اكتر من كده. انا في تصوري اكبر مشكله هنا دلوقتي احنا في مصر بنعاني منها تملي المقارنه بالجيل بتاع 2006 و8 و10 وجيل 90. خلي بالك كل مدرب مهما كنت انت كفء بيبقى ليك عنصر توفيق. اكيد مفيش شك ان كابتن حسن شحاته مدرب كبير جدا 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 جدا، ولا احد ينكر هذا، وعمل انجاز لا يمكن يتكرر. ولكن الجيل اللي كان موجود من 2006 ل 2010 كده جيل من الاجيال اللي ما بتتكررش في العالم كله، في دول كتيره، وانت عشت في المانيا وعارف في دول بيجي لها فترات معينه في جيل معين بيبقى مميز في حاجات كتيره،
مراكز كلها موجوده. عصام الحضري احسن جون جه في تاريخ مصر، مش عارف احمد فتحي من احسن باكات جت في تاريخ مصر، وائل جمعه سيد معوض والله يرحمه عبد الوهاب، وتعالى بقى الحسني واحمد حسن وحسام غالي وشوقي، لدرجه ان في ناس كانت كويسه مش عارفه تروح. كان في يعني كان في اربعه روس حربه، اربعه مثلا عمرو الزكي، كل واحد فيهم محمد متعب، كل واحد فيهم كتاب، وحسام حسن وميدو وحسام، كل واحد كل واحد وزيدان، وزيدان كل واحد فيهم كتاب صحيح. ابو تريكه وزيدان بركات، ده بركات احيانا وزيدان وابو تريكه كانوا بيبقوا على الخط قاعدين احتياط فعلا، عمرو الزكي وميدو وكانوا ساعات بيبقوا قاعدين على الخط صح. فالمقارنه تملي سريعه بالجيل ده، خلي بالك الجيل ده بعد ما انتهى بعد 2010 12 كده، كل الناس اللي جت ورا كابتن حسن مش بقول ان هي اتظلمت في المقارنه، لانك انت دخلت على مرحله تغيير حاجات كتيره جدا. الحضري مش عارف بطل او يعني ماشي، عماد متعب خلاص، عمرو زكي بعد، مش عارف حسام بطل وميدو وزيدان ابتدى يا دوب الجيل اللي هو بتاع حجازي والنني وصلاح كانوا صغيرين، كانوا ابتدوا يخشوا معاهم، كانوا لسه زي دلوقتي مصطفى محمد وابو الفتوح والجيل اذا كان مثلا اكرم توفيق بعد كده ولا فلان ولا فلان، كانوا دولت لسه هم اللي بيتكونوا. فانت في ناس مدربين عانوا 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 عانوا، والناس مخيلتها انك انت لازم ادائك على طول يبقى زي 2000 او سنه 90 مثلا، الجيل بتاع سنه 90. فدي خدت فتره مع مدربين كتير صحيح. فالمنتخب لما كنت تشوفه من 3 سنين أربع أو خمس مراكز بس اللي تقدر تقول عليه ده لعيب دولي أنا حطه وأنا مطمئن. يا دوب ابتدينا محمد الشناوي بقى 3 سنين هو الحارس الأول، كان قبل كده مفيش، ما تحسش إن في المركز ده بعد عصام الحضري مهزوز. كان طارق حامد مظبوط، كان محمد صلاح، كان تريزيجيه، حجازي حجازي، ما أنا بقول لك حجازي. تعالى بقى معظم المراكز الثانية أنت مش عارف مين الباك ليفت، انت مش عارف مين الباك رايت، انت مش عارف مين اللي عملها، انت مش الاجيال، هو بيتكلم على الاجيال اللي تواصل الاجيال، الجيل ما كانش مليان يا اما صغيرين ماشي، وانا بقول المدربين يا حبيبي اللي تعاقبوا على منتخب مصر عادل ما كانوش بالكفاءه عادل بتاعه المدربين. طيب ماشي. اللي اكمل، طب اكمل كلامي وانت تعال. انا مش بقول انه ده السبب الوحيد، انا مش بقول ان ده السبب الوحيد، انا بقول من الاسباب اللي لازم تتراعى. ابتدى بقى الجيل دلوقتي ابتدت تتكون بقى عناصر، يعني في ناس عانوا شويه ابتدت تحصل عناصر، زي ما انا بقول لك كده في الديفندر بقى فيه 4 5 ممكن تقدر حلو. الجون بقى فيه الشناوي وابو جبل ومش عارف بسام والمهدي، ويعني 5 6 وكتير. تعالى للاجنحه بقى فيه صلاح وتريزيجيه ورمضان وكهربا وزيزو ومش عارف، ابتدت حتى على مستوى السرد باكات عندنا السرد باكات الونش ومحمود علاء ومحمود علاء وحجازي ابتدى كان علي جبر فتره يعني موجود صح، يعني ابتدت العمليه تتملي. انت بقى في مركزين ثلاثه لسه فيهم خبرات مش كبيره لسه عايزه وقت، لكن انا مش بقول انه انا كل ده بقول حاجات بعيد خالص عن ان ادائنا امبارح ما كانش كويس طبعا، او الفترات مثلا معينه، لكن انا بقول ان في ناس المقارنات انت بتقول المقارنات، يعني الناس تقول لك يا عم ده فين ايام مثلا مالو جوزيه او فين ايام ابو تريكا 2006 مع الكابتن حسن. طيب دي بتبقى دي فعلا. طب انا هقول لك دي وكمل عليك بس كلمتين. طيب صغيرين قوي صغيرين ماشي. انت بتتكلم على عندنا مثلا خمس مراكز في حراسه المرمى، المهدي 32 سنه، الشناوي 31 سنه، بسام 28 او 29 سنه، مش عارف مين تاني 29 بس يعني في جوان صغيرين في الولاد بتوع ام بي لا انا بتكلم لا انا بتكلم على لا انا بتكلم على لا انا بتكلم على اختياراتنا دلوقتي. ايوه ايوه عادي الموضوع طبيعي. لا انا بتكلم انا وجهه نظري في ايه، احنا اختياراتنا دلوقتي ده لو كان عندهم 21 سنه اقول لك انت بتعمل جيل جديد، لكن دي اصلا 29 سنه يعني اكتشفهمش بقالهم مثلا بيلعبوا كوره بقالهم 11 سنه ما اكتشفهمش المدرب. خلينا كمل وجهه نظرك. طيب ماشي يعني ما اكتشفهمش المدربين اللي اتعاقبوا على المنتخب. انت بتتكلم على جيل 2006، ما هو جيل 2006 في كوت ديفوار احسن فرقه في العالم،
في نيجيريا احسن فرقه في العالم، في السنغال كان احسن فرقه في العالم، وكان اقول لك يعني مثلا في كوت ديفوار كان عبد الله ميته، كان هارون دنداني، كان دلوقتي برضه في فرق كده لسه ما لعبتهاش لسه في المجموعات الثالثه في الاول. لا بكلمك حتى كوت ديفوار في الوقت الحالي نزل، مش ضروري كوت ديفوار، الجزائر كانت موجوده كانت زي دلوقتي. الجزائر في فرق بتعلى عادل 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 الجزائر علي. طب استنى، هو كابتن اسامه بيتكلم بالظبط في اللي انت بتتكلم عليه، ان في اجيال معينه في اوقات معينه ان اللعيبه اللي موجوده المتاحه لمنتخب مصر بتساعد المدير الفني طبعاً انه يعمل شغل كويس. طبعا المدير الفني اكمل كلام جاي. ماشي، ما عندناش خلاف، ما عندناش خلاف، وخلي بالك في ساعات بيبقى عامل التوفيق داخل، ان ولازم يكون مدرب كويس، ما بتكلمش في النقطه الكويسه مش كويس، انك تدير النجوم دي كلها دي عايزه اداره طبعاً، وعايزه حكمه بشكل كويس. فالكابتن اسامه بيتكلم احنا اعتقد بدانا دلوقتي بالجيل، ان احنا عندنا منتخب اولمبي كويس وعندنا لعيبه على مستوى الاعمار لا باس به، فممكن نبدا تاني نبدا أيوة خلال الاربع سنين الجايين نبقى حاجه كويسه. هو ده اللي انا بقوله، انا بقول حصلت فجوه، حصلت فجوه بعد 2012، عشان كده المدربين يتعاقبوا بعد الجيل بتاع الجيل اللي هو بتاع 2006 و8 و10 عانوا كتير، فابتدى دلوقتي بقول لك في مراكز ابتدت تتملي، ما كانتش يعني في بدل ما كانوا مثلا بتدور على خمس ست مراكز عايز تلاقي فيها ناس، دلوقتي بقت مثلا متحدده في مركزين ثلاثه، ما بقتش يعني اللي هو في الديفندر مثلا موجود. ايام اجيري، ايام اجيري كنا بنتكلم كابتن اسامه، حتى انا كنت موجود، راس حرب مثلا كان مروان وكان عليه علامه استفهام. طب كوكا اصله بيلعب مع المنتخب، يعني بيلعب مش جاي. فبدانا نفكر في مصطفى محمد، لعب معانا مباراه بس ما كانش بهذا لسه المستوى، صغير كان لسه صغير. يعني فده اللي بنتكلم عليه، ان لو عندك لو كنا موجودين ومروان في المستوى بتاعه دلوقتي، وعندك مصطفى محمد وموجود كوكا بهذا المستوى، وعندك حسام حسن موجود، وعندك كان هتفرق لحد ما من طبعًا. حته ان مدرب موفق ولا لا، يعني الجزئيه دي مهمه جدا. يبقى كده يا كابتن هاني، كل فترة في منتخب بيجي لها المدرب المناسب ليها، بمعنى في مدربين متخصصين في بناء الفرق تجيبه، ده متخصص في بناء فرقة جديدة، انت فاهمني، وفي مدرب اخر ممكن يبقى هجومي، وفي مدرب اخر بيبقى دفاعي. انت ارد عليك بس في الجزئية دي سريعا، ارد عليك وهسيب الكابتن اسامة، انك تجيب مدرب يبنى فريق يبقى لازم تعمل معاه عقد لمده 4 سنين، وما تمشوش بعد سنه او بعد سنه ونص عشان النتائج وحشه. ده اللي بيحصل مع المانيا، المانيا بطلت العالم، كاس العالم اللي بعديها خرجت من الدور الاول، اللي اتعمل نفس المدرب ونفس السيستم. فانت بتتكلم على جزئيه ثانيه خالص، بتتكلم انك عندك اداره تجيب مدرب، احنا والله عايزين نبني فرقه، يبقى اديله 4-5 سنين عشان يبني. طبعا احنا بعدنا عن تحليل الدنيا بالظبط، احنا عايزين نتكلم في دي برضه، بس احنا فتحنا النقطه دي. بس اقول لك حاجه، انتوا كلمتوني على اختلافات الاجيال، فانتوا لما نيجي نتكلم على منتخب من المنتخبات اللي احنا بنقول عليه 2006 كان منتخب قوي جدا، لان كان المنتخب قوي وكل حاجه، والمنتخبات كانت قويه، وكان كمان المدرب كويس. طبعا المدرب كويس، ومدرب ينكر فيها دي. لا، ومدرب مصري وفاهم العادات وشكل اللعيبه والحاجات ومش دي. كابتن حسن بس، كابتن جوهري نفسه، كابتن جوهري طبعا في جيل 90 طبعا عنده برضه. لا ولحظه اقول لك حاجه، ما بنقولش انه ده مالهاش دعوه بكفاءه، وكان في مانويل جوزيه كان ماسك النادي الاهلي في الفتره دي، والنادي الاهلي كان بيمر باحسن وافضل حالات، ونادي الزمالك كان بيمر بحالات جيده جدا. انت بتتكلم في الوقت اللي انت فيه، لما تيجي تختار مدرب منتخب يجب انك تختار مدرب على الحقبة اللي هي فيها، على اللعيبة اللي متواجدة. ده كابتن عادل، محدش بيقول كل الكلام ده، محدش بيقول دي، محدش بيقول غير كده. قول لي انت عادل نظر فيها يعني. ماشي ده اللي مخليني ماشي. احنا عندنا قدرات من البرازيل. البرازيل زي 82 وحاجه و90 والكلام ده ما جابوش مدربين، بمعنى البرازيل ادائها زي الجيل بتاع فرنسا، جيلها زي بتاع بلاتيني افضل احسن دلوقتي. فرنسا دلوقتي بطولتين دلوقتي، بلاتيني ما خدش ولا بطوله في كاس عالم. عادل في 82 اللي بنتكلم عليها افضل فرقه. فرنسا دلوقتي، فرنسا من 8 سنين كانت كده. ايطاليا فين دلوقتي؟ ايطاليا زي ما وصلتش كاس عالم يعني كاس عالم. يعني انا عايز اقول ان انا مش عايزين نطول في الموضوع ده بالظبط، عايزين نخش برضو في الماتشات. انا بس بتكلم، انا جبت الجزئيه دي ليه؟ لانه
الاختيارات في فترة معينة كانت متكتفة غير فترات بتيجي صح. عندك وماجه كبيره جدا صح. تقيله وماجه تقيله يعني اللعيبه بتساعدك بنسبه كبيره في 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 الشخصيه في الخبره في الاداء في هم مدربين نفسهم هم نفسهم مدربين ده حقيقي. يعني ما تتكلم على عصام الحضري ولا ابو تريكه ولا حسن عبد رب ولا احمد حسن ولا ابو بركات ولا احمد مت كلهم هم هم لعيبه مدربين لا يعني هو كابتن كابتن بس عشان نقف عند النقطه دي في 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 اجيال معينه بتساعد المدير الفني انه يحقق بطولات وفي طبعاً. اجيال معينه ما بتقدرش تساعد المدير الفني انه يحقق طموحاته انت انت اي منتخب في العالم بياخد بطولات لما بتبقى المنظومه كامله متكامله صحيحه طيب. مش عايزين نخرج خلينا نتكلم حلقه ثانيه طيب. طيب 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 توقعات لمباراه مباراه بكره عشان برضو عايزين ناخد حاجه على المنتخب الاولمبي كمان ده مهم جدا مباراه بكره على المستوى الفني كابتن حسام البدري انتوا خلاص التشكيل ما اعتقدش فيه مشكله لكن يعني تفتكر هيبدا المباراه بانهي سيناريو يعني هنضغط من قدام ولا هيكون في تحفظ بص اولا انا مش متخوف قوي زي الناس كتيره في مصر ان احنا يعني الخوف ان احنا مش هنوصل انا اتوقع بنسبه يعني 95% من منتخب مصري نوصل وغالبا جزر القمر هتبقى معانا جزر القمر محتاجه نقطه واحده واحنا عندنا ماتش الاخير بتاع جزر القمر هنا في القاهره ده انا بفترض انا مش بقول كده عشان الناس ما تفهمش كده لا طبعا طبعا بفترض احنا خسرنا ماتشين توجو وكينيا احنا هنكسب جزر القمر ويبقى عندنا 8 بونت مبدئيا انا متاكد يعني بس انا عارف ان احنا هنخلص من توجو وكينيا يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني فاللي انا اقصده الماتش بتاع امبارح الاداء فعلا مش حلو يعني ما تقدرش ما حدش يقدر يقول غير كده بالذات الشوط الاولاني يمكن الشوط الثاني لما جبنا الجون مساحات اتفتحت هما كانوا بيضغطوا جامد جدا في نص الملعب ابتدت تبقى في خطوره شويه في الكره العرضيه اللي كانت المفروض تبقى بنالتي لتريزيجيه وما اتحسبتش الكره بتاعه رمضان صبحي ابتدت تبقى في خطوره رغم ان هما اللي امتلكوا السيطره بعد الهدف وده طبيعي انه في اخر ربع ساعه هما مغلوبين او اخر 10 دقايق حاولوا يتعادلوا ده منطقي يعني هي بس النقطه ان التغييرات فعلا كانت متاخره شويه في بعض العناصر يعني في عناصر ما كانتش في الحاله بتاعتها يعني مثلا واحد زي عبد الله سعيد ما كانش في احسن حالاته كان ممكن قفشه ينزل بدري شويه ممكن مثلا سلاي ما كانش في احسن حالاته ممكن كان طارق حامد ينزل بدري شويه صحيح ممكن زيزو بالذات الشوط الثاني قال ممكن جدا كان حد يلعب مكانه في الجناح هي دي التأكيد شويه احنا اول تغريه كانت تقريبا في الدقيقه 73 نزل رمضان مكان تريزيجيه والدقيقه 81 طارق حامد مكان عمرو السوليه والدقيقه 87 كان قفشه مكان زيزو وفي الدقيقه 79 لما لا دول الثلاث تغييرات اللي كانوا عندنا بدايه من 73 لغايه 87 يعني تغيير رمضان بعيد عن ان رمضان بعيد عن اللعب ما هو انا سايب دي دلوقتي تمام. لكن هو عمل نقله للفرقه صحيح انت شايف كان ممكن بدري شويه يعني شايف ان كان 10 دقايق قبلها بشويه ممكن بس كان ممكن ما يبقاش مكان تريزيجيه كان ممكن يبقى مكان زيزو مثلا مكان زيزو مثلا وزيزو وتريزيجيه على فكره بيساعد بيلعب ناحيه اليمين ناحيه اليمين ممكن بالزبط. يعني مش شرط يعني هو الاثنين ابتدوا كانوا تريزيجيه الشوط الثاني فاكتر يمكن زيزو الشوط الاولاني كان الشوط الثاني ابتدى يقل بس ادى برضه جهد يعني بيحاول نفس الشيء عبد الله وعمرو والنني ما كانتش الحركه سريعه في نقل كوره من بدايه الماتش يعني كان في بطء شويه في نقل كوره فدي نقط نتمنى انها تتغير يعني بالنسبه لبكره انا اعتقد انه لازم يلعب بتوازن طبعا عايز يهاجم لكن خلي بالك توجو دلوقتي عندها نقطه واحده لا بديل لها عن المكسب توجو بكره لو اتعادلت خلاص بره الموضوع طب. فانا اعتقد هيبقوا مجازفين شويه فدي هتعمل مشكله عندهم في دفاعاتهم لان هتساعدنا شويه لان هم الماتش بتاع امبارح التكتل اللي كانوا عاملينه في نص الملعب وورا والضغط اللي كانوا عاملينه فيه عنف ولذلك فيه ضربتين جزاء 100% ما فهمش كلام بتوع كهربا تريزيجيه ورمضان لو في فار كانت 100% وعلى فكره دي كانت تفتح الماتش ما الناس برده مش يعني في ناس تقول لك ايه احنا كسبنا واحد ماشي احنا كسبنا واحد بس برده لو واحده من ضربات الجزاء دي اتحسبت ممكن هم يفتحوا اكتر تلاقي انت تجيب جون او جونين 3 4 تكسب 3 4 ممكن دي حقيقه فاللي انا عايز اقوله انه بكره لازم يبقى في توازن لان انا بقول طبعا ان شاء الله نكسب وصلنا خلاص
اتعادلنا انا بقول برضو وصلنا، بس هتبقى بنسبه اقل طبعا غير انك انت كسبت هتبقى خلصت يعني. فلازم يبقى في توازن، بس هي شكل الفرقه باللعب هو هو، انا مش شايف انه يبقى في تغييرات كتيره. الناس اللي اتصابت بس يعني واحد زي زهاني مصاب هيلعب بقى، هو ما فيش دلوقتي غير احمد توفيق. قلنا النني والسوليه هيبقى حمدي وطارق، الباقي بقى زي ما هو زيزو مصطفى تريزيجيه وعبد الله. يعني عبد الله ايه بقى اللي بين عبد الله وقفشه دي اللي ممكن يعني فيها كلام، بس هي المشكله بقى هو غير اتنين دلوقتي في نص الملعب، هل غير التالت؟ بالنسبه للسردباكين هم همش الونش وحجازي، الباك ليفت برضو اعتقد ايمن اشرف ممكن يبقى ايمن اشرف ممكن، لان هو لعبه قبل كده باك ليفت في ماتش اعتقد جزر القمر او كده على اساس انه ياخد النواحي الجزء الدفاعي افضل شويه. هو طبعا لازم ناخد بالنا بس من الجبهه الشمال بتاعتهم اللي هي فيها اللي ناحيه احمد توفيق لبا كوتجو ده، هو ده افضله كوتجو. والفرويد معقول شويه، فهم هيبقوا ضاغطين كتير شويه من بدري، فممكن يغلطوا لانه عندهم مشاكل في الخط الخلفي. هم مش وحشين وعندهم اطوال واقوياء، بس غشم شويه يعني، عملوا ضربات جزاء سهله يعني ممكن يتحصل فيها يحصل انه هو طبعا التلت الدفاعي بتاعهم عندهم مشكله كبيره، عندهم مشكله. قبل ما ننهي ان شاء الله باذن الله، قبل ما ننهي يا كابتن عادل سريعا برضو جدا رؤيتك للمباراه بكره، وهل في ممكن يغير مثلا مصطفى محمد وينزل كوكا، ممكن يكون في تغيير عبد الله السعيد بقفشه، ولا انت شايف التشكيل الامثل للمباراه دي ازاي؟ يعني انا شايف اول حاجه اتكلم على تغيير رمضان صبح اللي غيره هنا، ده كان افضل وقت رمضان صبح، لو كان غيره بدري شويه ما كانش رمضان قدر، لانه انت عارف بقى 8 شهور ما بيلعبش كوره، فكان المفروض ان هو اخر 10 دقائق اداله الوقت ده كويس، عشان كده ادى في رمضان صبحي. اما حته طارق حامد وحمدي فتحي اكيد الاثنين اللي هيعوضوا نص الملعب النني والسوليه. الحاجه اللي انا الفكره اللي عند الكابتن حسام المفترض ان هو اللي عاملها، كان عامل مباراتين بينهم 4 ايام، فعامل بلان اول للمباراه بتاعت مصر والبلان الثاني للنتيجه على ضوء النتيجه بتاعت المباراه الاولى، هيعمل ايه في المباراه الثانيه. انت محتاج في المباراه الثانيه انك انت تلعب على التعادل، هو محتاج ان هو يكسب. انت لو لعبت على التعادل ممكن تكسب، تعمل هجمه مرتده منظمه، لكن هي المشكله دلوقتي البديل بتاع هاني محمد هاني مين اللي هيبقى متواجد. الحته الثانيه غالبا احمد توفيق، يعني احمد توفيق اللي هو يبقى متواجد، ولكن ممكن كمان يغير في مش في السيستم كامل، يعني ممكن يلعب ديفندر ثالث عشان يسد حته اليمين، عشان انت عارف لما بيلعب ظهير يمين بيلعب من هو اصلا ظهير يمين، بيبقى عنده اداء افضل وعنده حريه اكتر وعنده دفاع احسن. فانت بتتكلم على احمد توفيق في حته الدفاعيه لانه اصلا نص ملعب، فممكن الحته الدفاعيه بتاعته عشان كده ممكن يزود واحد في نص الملعب تاني علشان يقفل على حساب واحد من الرباع اللي قدام. من الرباع اللي قدام، ما افتكرش انه هيلعب برباع قدام، افتكر يعني الثلاثه اللي هم الثلاثه تحت راس الحرب. ايوه الثلاثه اللي تحت راس الحرب، ما افتكرش انه هيعمل كده. انا ممكن اقول لك ان هو كابتن حسام بكره هيلعب 4-3-3 وينزل واحد، يعني اقرب من هي 4-1-4-1. المفروض يعمل كده، لان الوقت ده انت بتتكلم في بونت عند توجو وانت عندك 5 نقاط، فانت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم ان هو انت عاوز تخرجه بره الموضوع خالص، فانت يبقى عندك بتلعب على حلين تعادل ومكسب، هو بيلعب على حل واحد اللي هو المكسب بس. ولكن في الاخر اللي عنده قوه شخصيه في مباراه بكره، اللي عنده ثبات انفعالي من اللاعبين، حته اللعيبه يبقى عندها هدف ايه اللي هتعمله، الهجمه المرتده لازم تبقى سريعه، لان احنا عندنا بطء جامد قوي في الهجمه المرتده. حته مصطفى محمد افتكر انه لازم يبقى متواجد، رغم ان مصطفى محمد ده هيبقى فيه قليل الكورسات لانك انت مش هتهاجم كتير، هتضعف مصطفى محمد شويه، ولكن انا بتكلم على مصطفى محمد هو اللي رجله في الملعب وممكن ياخد احسن ويتحرك ويجيب لك الناس اللي بتوع نص الملعب. طبعا كلام محترم من كابتن عادل والكابتن اسامه، طبعا يعني اراء كلنا اولا سبورت المنتخب.